المرة اللي فاتت أخدنا أبلكيشن صغير كده عشان نفهم منه جافا سكريبت بتشتغل إزاي وبنعمل بيها إيه. ما يهمنيش إنك تفهم الأبلكيشن نفسه قد ما يهمني تلقط المفاهيم اللي إحنا بنتكلم فيها، يعني إيه variables، يعني إيه إزاي نعمل لوب أو iteration، بنستخدم جافا سكريبت أو بنكتب كود جافا سكريبت إزاي وبنمشيه إزاي وهكذا. بس المرة دي بقى هنتعلم جافا سكريبت من الأول كده حتة حتة، هناخدها بالراحة. هنعمل طبعا فايل هتسميه أي اسم بس يكون دوت جافا سكريبت. هنشيل بقى كل الحاجات دي ونبتدي من الاول خالص. احنا قلنا ان اهم حاجه في اي لغه برمجه هي الفاريبلز، ودي اللي بتخلي اللغه دايناميك، يعني بيبقى عندي تكست او اي حاجه بس انا عايز التكست ده اغيره بناء على الكونتكست اللي انا بتكلم فيه. يعني زي ما ادينا مثال كده، لو انا عايز ابعت رساله لعدد كبير من الناس بس عايز كل واحد يوصل له الرساله بشكل معين او يبقى فيها داتا مختلفه عن التاني، يعني تبقى مبعوثه مثلا باسمه تحديدا، فانا بستخدم هنا الفاريبلز. في الجافا سكريبت انا بعمل الفاريبل او بعرف الفاريبل باستخدام كيورد اسمها ليت. دي مش الطريقه الوحيده ولكن اعتبرها الوحيده دلوقتي، دي افضل طريقه بعرف بيها الفاريبل. بعد كده بكتب الفاريبل نيم، يعني انا لو عايز اعرف شخص معين فهقول نيم يساوي مثلا شريف. عايز اعرف variable تاني فهقول let برضو country يساوي Egypt. لو عايز اعرف رقم مثلا فهقول let num بيساوي مثلا رقم. فاكرين كمان البوليان؟ البوليان اللي هو او لا، فعايز اقول مثلا let is graduated يعني، فهقول له true او false. كان ممكن انفذ البوليان ده بطريقة تانية، ان انا اقول مثلا yes او اقول مثلا 1، فزيرو ده يعني فولس و1 يعني ترو، يس يعني ترو ونو يعني فولس. بس احنا اتفقنا احنا ليه، يعني طبعا ككود ما بيفرقش معانا في حاجه، بس احنا اتفقنا ان هي عشان الميموري البوليان بيحجز خانات اقل من الارقام والارقام بتحجز خانات اقل من السترينج. لاحظ هنا ان السترينج انا بحطه ما بين القوسين دول اللي هم الدبل كوتيشن او السنجل كوتيشن. كل ستيتمنت بتبقى مكتوبه في سطر، ولو عايز اكتب ستيتمنت كذا ستيتمنت جنب بعض في سطر واحد بفصل ما بينهم بالسيمي كولون. السيمي كولون دي بحطها في اخر الستيتمنت، ودي حاجه اوبشنال دلوقتي ممكن تعملها او ممكن ما تعملهاش. طيب لو انا عندي بقى عايز اجمع البيانات دي في اوبجكت واحد على هيئه كي فاليو بيرز، فاحنا اخدنا الاوبجكت قلنا مثلا ليت بيرسون، وبعدين بعمل الاوبجكت على هيئه القوسين اللي هما المعكوفين دول، وببتدي احط الفاريبلز دي على هيئه بروبرتيز جوه الاوبجكت ده. يعني بقول نيم، طبعا هي كي فاليو بيرز، فبحط الكي وبعدين النقطتين دول وبعدين ببتدي احط الفاليو. وهكذا بقى، يعني هقول مثلا نم نقطتين. لاحظ ان انا ما بعرفه كفاريبل عادي، بعرف الفاريبل بقول let، يعني معناها بقول للجافا سكريبت ان انا بعرف فاريبل. بعد كده بقول الفاريبل نيم وبعدين ايكوال وبعدين الفاليو. هنا جوه الاوبجكت ده بروبرتي مش فاريبل، فما بحطلوش let، وبعدين بفصل ما بين الكي والفاليو بالنقطتين دول مش بيساوي. ايه الفرق بين الطريقه دي والطريقه دي؟ الطريقه دي منظمه اكتر، يعني انا عملت اوبجكت بجمع فيه الخصائص بتاعت لو عندي كائن معين او اوبجكت معين. اوبجكت دي اللي هي كائن، فالكائن ده اللي هو اي شيء حواليك، فانت الشيء ما انت عايز تعرف الخصائص بتاعته او البروبرتيز بتاعته، فمش محتاج تقعد تعرف كل حاجه في فاريبل مستقل. ده بيبقى اسهل ان انا بستخدمه، بيبقى عندي حاجه معينه كده على بعضها فبيبقى اسهل في الاستخدام. طيب احنا خدنا كمان الاريز. الاري اللي هي بتبقى مجموعه او لسته، يعني مجموعه من العناصر. العنصر ده ممكن يكون سترينج، ممكن يكون نمبر، ممكن يكون اوبجكت على بعض. فانا لو عندي بقى بيبول او بيرسونز كتير فبعمل اري اوف بيرسونز. البيرسون الواحد عندي انا عامله على هيئه اوبجكت، فانا ممكن اعمل ليت بيرسونز. الاري بعملها ازاي؟ عن طريق القوسين دول. بعد كده كل element ممكن يكون عنصر، يعني انا ممكن اعمل العناصر الاري تكون مثلا 1 و2 و3، تمام. خلينا نقول ايه دي numbers. ممكن اقول colors مثلا، دي هتبقى string فهقول red و green مثلا و blue مثلا اي حاجة. لو عايز بقى اعمل array of objects فهقول let persons
دي عبارة عن array، كل عنصر فيها عبارة عن بيرسون او عبارة عن object زي ده. هبتدي احط اول object بالنسبة لي اللي هو name، وهكذا بقية العناصر. لاحظ ان انا ممكن اكتب البروبرتيز تحت بعض بالشكل ده او جنب بعض بالشكل ده على حسب بقى الستايل اللي هتستخدمه. طبعا ده كده عنصر واحد، ممكن يبقى عندي بقى عناصر كتير، عندي مثلا محمد واحمد مثلا وعمر وطارق. يبقى انا عندي array of object، كل object بيمثل شخص، كل شخص بيبقى ليه بروبرتيز مختلفة، يعني ليه اسم مختلف، ممكن يكون جاي من كانتري مختلفة، ممكن يكون ليه أي خصائص مختلفة. دي كده العناصر الأساسية أو الفاريبلز الأساسية اللي احنا بنستخدمها في جافا سكريبت. طبعا في أنواع تانية هنتعلمها قدام شوية، ولكن دي كده الأنواع الأساسية. أهم حاجة في جافا سكريبت أو في أي لغة برمجة هي الفانكشنز. الفانكشن يعني أنا بقول له هتنفذ وظيفة معينة أو أكشن معين أو فعل معين. فلما بحب بقول للغة البرمجة نفذ الفعل الفلاني، يعني أنا بقول له نفذ الفانكشن الفلانية. طب بعرف الفانكشن إزاي؟ زي ما احنا متعودين دايما هنستخدم الكيورد. الكيورد فانكشن دي يعني بقول لجافا سكريبت خلي بالك انا هعرف دلوقتي فانكشن. بعد الكيورد دايما بحط الاسم الحاجه اللي انا بعرفها. انا عايز اعمل فانكشن مثلا بتجمع رقمين، فانا هختار ان اسميها سميشن او سم. وما بين القوسين دول بحط البارامترز. البارامترز هي الفاريبلز اللي بتستخدم جوه الفانكشن. فانا هجمع رقمين، يبقى انا محتاج اقول له اديني رقمين، يعني الفانكشن حمر لها رقمين. يبقى البارامترز بتوعي هم الرقم الاولاني والرقم الثاني. انا هسمي الرقم الاولاني مثلا اكس والرقم الثاني واي، اي مسميات انت عاوزها. بعد كده ما بين القوسين دول اللي هم شبه القوسين بتوع الاوبجكت لو تفتكر، هبدا احط الكود بقى نفسه بتاع الفانكشن. فانا الفانكشن دي هتعمل ايه؟ هتجمع رقمين، يبقى انا محتاج اريتيرن مجموع الرقمين. يبقى انا هريتيرن مجموع الرقمين اللي هما اكس وواي. بس كده دي الفانكشن بمنتهى البساطه. طب انا عايز استخدم الفانكشن دي هعمل ايه؟ هقول له سم 1 و2، المفروض كده يريتيرن 3. طب انا عايز اشوف النتيجه، اشوفها ازاي؟ في عندي كذا حل، زي مثلا ان انا اخد الكلام ده كوبي واروح احطه في الديف تولز بتاع البراوزر زي جوجل كروم مثلا. فهفتح جوجل كروم وادوس F12 او كنترول شيفت واي عشان يفتح لي الديف تولز. هدخل على التاب بتاعت الكونسول وهحط الكود ده زي ما هو كده بحاله، هيوريني النتيجة. تعالوا نشوف. هدوس F12 عشان افتح الديف تولز، ومن الديف تولز هتلاقي فيه اختيارات كتير. هختار الكونسول. الكونسول ده اللي هو بلوج فيه الحاجات اللي انا عايز اشوفها. طبعا هبيست الكود بتاعي، هبص الاقيه بدأ يطلع لي الاوتبوت بتاع الفانكشن اللي انا عملتها. طب انا عايز اجمع مثلا رقمين 5 زائد 6، المفروض يديني 11، فهشوف كده صم 5 و6. من مميزات انا كتبت 6 و6 فاديتني 12. مميزات الفانكشن ان انت بتقدر تستخدمها من غير ما تضطر تعرف اللوجيك اللي الفانكشن بتمشي فيه. يعني لو في بقى قدام شويه هناخد اكواد معقده جدا، انا مش مضطر اعرف هي ورا الكواليس الاكواد دي بتشتغل ازاي. يعني انا مش محتاج اعرف هي الفانكشن دي بتريترن اللوجيك او بتريترن مجموع الرقمين دول ازاي. طبعا دي فانكشن بسيطه، فانا بالنسبه لي ما عنديش مشكله، لكن كفانكشن معقده انا هستخدمها على طول. يعني هاجي بعدين اقول له سميشن مثلا اوف 3 و4 هيديني 7. هل انا مضطر اعرف هو ازاي جمع الرقمين دول؟ لا مش مضطر خالص. فدي احدى مميزات الفانكشن. في حاجه تانية، احنا خدنا الفاريبلز، في حاجه بس اسمها فاريبل سكوب. السكوب بتاع الفاريبل يعني بيبقى متشاف فين؟ بيبقى متشاف حسب المكان اللي انت معرفه فيه. يعني انا لما عرفت فاريبل من شويه زي كده، ده فاريبل، بس ده متعرف في الجلوبال سكوب، يعني متشاف في اي مكان من السكريبت بتاعه من الكود بتاعي. لكن لو انا عرفت فاريبل تاني هنا، ده فاريبل، بس الفاريبل ده متشاف جوه الفانكشن بس. يعني انا لو جيت استخدم الفاريبل ده بره الفانكشن هنا هيديني ايرور، هيقول لك انا مش عارف الفاريبل ده مش متعرف. لا هو متعرف بس تقدر تستخدمه جوه الفانكشن بس. عموما الفاريبلز اللي متعرفه بليت بتبقى متعرفه جوه السكوب بتاعها. السكوب ده اللي هو القوسين دول. طب يعني القوسين دول بتوع اوبجكت بتوع فانكشن بتوع كلاس بتوع اي حاجه، يبقى الفاريبل ده متعرف جوه السكوب بتاعها. لو هو بقى متعرف بره في التوب ليفل اللي هو مش جوه سكوب بتاع اي حاجه، ده بيبقى متعرف او متشاف جوه الفانكشن كلها. طيب حاجه كمان مهمه في لغات البرمجه هي الايتريشن او اللوبينج. الايتريشن ده لما بيبقى عندي ليست زي الاري مثلا، الاري دي بيبقى فيها عناصر كتير، فانا عايز ادخل على كل عنصر انفذ
كود معين، يبقى انا بعمل اتريشن. اتريشن يعني ايه؟ يعني بمر على جميع عناصر الليسته. فانا عندي مثلا ليسته هنا هنسميها مثلا colors، وهنكتب الالوان الاساسيه اللي red مثلا وجرين او بلو تقريبا حاجه كده ويلو. عايز بقى ادخل على عنصر عنصر وابتدي مثلا هعمل اي حاجه معينه، هلوج مثلا العنصر ده، مش حاجه، مش هعمل اي حاجه تانية. فانا عندي طرق كتير ان انا اتريت بيها او اعمل لوبينج على الاري دي او على الليسته دي ايا كان، لان الليستات في لغات البرمجه حاجات كتير مش اري بس. لو انا عايز الوب بقى على الاتريشن دي فعندي طرق كتير. الطريقه المشتركه ما بين معظم لغات البرمجه ان انا بستخدم فور. فور دي بتاخد ثلاث حاجات. اول حاجه بعرف الاندكس بتاع الاري بتاعتي. الاندكس ده كل عنصر من دول بيبقى ليه اندكس او رقم. اول عنصر زي ما اتفقنا بيبقى رقمه 0، العنصر اللي بعده رقم 1، العنصر اللي بعده رقم 2، واحنا قلنا ليه بنبتدي ب0. المهم ان اول عنصر في المصفوفه او في الاري او في الليست ايا كان نوعها ايه بيبقى رقمه 0، يعني العنصر رقم 0 هو اول عنصر، العنصر رقم 1 هو تاني عنصر. فانا اول حاجه بعرف الاندكس ده. تاني حاجه بديله كونديشن، يعني طول ما الكونديشن ده شغال هو عمال يتريت. تالت حاجة بعرف الانكريمنتال، يعني الاندكس ده عمال ازوده، بزوده مثلا خطوة بخطوة، يعني بقول له ابتدي باندكس 0، بعد كده في اللفة التانية الاندكس هيبقى بواحد، بعد كده في اللفة اللي بعدها الاندكس هيبقى باتنين وهكذا. فهقول له بقى انا هعرف الاندكس، غالبا بنختصر اندكس ده باي كده، او تكتب اندكس او اللي انت عايزه وبنديله انيشال فاليو 0. بنفصل ما بين الثلاث اجزاء وبعضها بالسيمي كولون دي. الجزء الثاني زي ما اتفقنا هنحط كونديشن، يعني شرط، طول ما هو متحقق الفور لوب دي عماله شغاله. فانا عندي انا عايزه يلف على العناصر الاري دي لغايه ما يوصل لاخر لغايه ما يوصل لاخر اليمنت جوه الاري. فهبتدي اقول له طول ما اي او رقم الاندكس اقل من الكالرز لينس. احنا قلنا ان الكالرز لينس او اللينس دي لما دي ميثود من الاريز عشان تجيب لي عدد عناصر الاري، يعني الكالرز دوت لينس ده هيجيب لي عدد عناصر اللي هم كام؟ واحد اتنين تلاتة. يعني الكالرز لينس دول عبارة عن تلاتة، يعني بقول له طول ما اي اقل من تلاتة وريني كده الاي هتبقى بزيرو في اول لفة، في اللفة اللي بعدها هتبقى بواحد، في اللفة اللي بعدها هتبقى اتنين. فطول ما اي اقل من تلاتة معناها ان انا لسه جوه الاري. اول ما توصل لتلاتة يبقى انا كده ايه، خلصت، فهيبتدي يطلع بره الاري او هيبتدي يطلع بره الفور لوب. بصل طبعا ما بين الاجزاء وبعضها بسيمي كولن. الجزء الثالث هو ان انا بزود الاندكس كل قد ايه. انا طبعا عايز امشي خطوه خطوه، يبقى انا هقول له اندكس بيساوي اندكس بلس 1. ده معناه انه هيمشي خطوه خطوه، يعني هياخد ريد بعد كده هيبقى اندكس ب0، في اللفه اللي بعدها هيبقى اندكس ب1، في اللفه اللي بعدها هيبقى اندكس ب2. طب لو قلت له اي ايكوال اي بلس 2 يبقى هيمشي كل خطوتين، يعني اول لفه هيبقى عند اندكس ب0 اللي هي عند الريد، بعد كده هيزود 2 يبقى 1 2 هيبقى عند اندكس ب2 يعني عند اليلو. يبقى انا ايه، باخد عنصر وافوت التاني. طبعا احنا في الطبيعي بنمشي عنصر عنصر. شايف المعادله دي اللي هي اي ايكوال اي بلس 1 دي ليها اختصار كده في لغه البرمجه، بقول له اي بلس بلس. اي بلس بلس دي اختصار لاي ايكوال اي بلس 1. بعد كده زي ما احنا متعودين بنحط القوسين المعكوفين دول اللي احنا استخدمناهم في الفانكشن واستخدمناهم في الاوبجكت، وهنستخدمهم بقى طول ما احنا ماشيين في حاجات كتير قوي. انا دلوقتي عندي اللي هيحصل هنا انترنالي او الجافا سكريبت هتعمله انها هتبتدي تمشي على الاري اللي اسمها كولر دي، هي بتعمل لوب. فاللوب ده فايدته ان هو بيقعد يزود الاندكس اللي هو احنا لسه مش عارفين احنا هنلوب عليه. احنا الفكره هنا ان دي بتقعد تعمل لوب، يعني انا لو وقفت كده هتقعد تعمل لوب لوحدها. ببتدي باندكس بيساوي 0 وبيفضل يمشي الاندكس ده خطوه خطوه، وبتقف عند لما الكونديشن ده يبدا ما يتحققش. طيب فانا في اول لفه هيقول لك ان الاندكس ب0، في اللفه اللي بعدها هيزودها، ما هو ده الانكريمنشال او الزياده، هيزودها بمقدار واحد يبقى الاندكس بقى بواحد، في اللفه اللي بعدها اندكس بقى باتنين. طيب لو انا عايز اجيب عنصر من الاري عن طريق الاندكس بتاعه بجيبه ازاي؟ هقول مثلا let color بيساوي، بدخل بقى على الاري اللي اسمها colors وابتدي احط رقم الاندكس، يعني لما الاندكس بيبقى بزيرو بيجيب لي اول عنصر اللي هو ريد، يعني في اللفه الاولى color ده هيبقى بريد. طب في اللفه الثانيه الاندكس هيبقى بواحد، يبقى هيجيب لي colors of 1، الاندكس ب1. فين الاندكس ب1؟ اهو ده اندكس ب0، ده اندكس ب1، ده اندكس ب2. طيب
في اللفة اللي بعدها اهو هيزيد واحد، هيبقى باتنين، يبقى colors of two اللي هي هتبقى بالعنصر ده اللي هو يلو. طيب انا عايز كل اللي هعمله ان انا هلوج اسم اللون بس، فهقول له كونسول، زي ما احنا اتفقنا ان الكونسول ده المكان اللي بلوج فيه، بلوج يعني بديله قيمة هو بيكتب بيظهرها لي بس قدامي على الشاشة، فبقول له لوج، وبقول له مثلا لوج لي الكالر. طب انا متوقع النتيجة هتبقى عاملة ازاي؟ ان هو هيبدأ يكتب الكالرز تحت بعضهم، يعني في اول لفة هيدخل هيلاقي ان الاي بزيرو، فهياخد الكالر ده هيبقى كالرز اوف اي، يعني هيجيب لي من الاري اللي اسمها كالرز العنصر اللي الاندكس بتاعه زيرو، يعني اول عنصر اللي هو ريد، وهيعمل ايه؟ هيكتبه في اللوج، تمام، هيلوج او هيكتبه في الكونسول، يعني هيكتب ريد. في اللفة اللي بعدها الاي بيزيد قد ايه؟ بيزيد بمقدار واحد، يعني الاي بقى زيرو زائد واحد بواحد، فهدخل هنا هقول له كالر ايكوال colors of one، colors ده اللي هي الاري، وال1 ده رقم الاندكس، فين العنصر اللي رقم الاندكس بتاعه واحد؟ ده زيرو، ده واحد، هيبقى جرين، فهقول له هنا كونسول دوت لوج الجرين، يبقى هيكتب جرين في السطر اللي بعده. وبعدين اي هتزيد بمقدار واحد تاني، اي كانت واحد اخر حاجه وقفنا عندها، دلوقتي هتزيد واحد بقت اتنين، هدخل هنا هقول له color equal colors of two، colors اللي هي الاري، ال 2 ده اللي هو رقم الاندكس 0 1 2 يبقى هي يلو. طب هقول له بقى لوج اليلو ده في الكونسول، يعني اكتب اليلو ده في الكونسول. طب عايزين نشوف الكونسول ده نعمل ايه، يا اما هناخد كوبي من الكود بتاعنا ونروح على الديف تولز، بالطريقه دي ممكن نمسح بقى الحاجات القديمه ونبيست الكلام ده عشان نشوف ايه اللي هيتكتب. هيتكتب ريد جرين يلو، هو راح على كل عنصر من العناصر، وكل اللي عمله ان هو كتب اسم العنصر ده اللي هو اللون بتاعي في الكونسول. طيب في طرق تانية ان انا اشوف اللوج ده، ان انا اسطب نود جي اس عندي. النود او نود جي اس هو عبارة عن جافا سكريبت عادي اللي احنا بنتعلمه دلوقتي، ولكن الجافا سكريبت العادي بيشتغل في البراوزر، النود بقى بيخلي الجافا سكريبت ده يشتغل في السيرفر، فبالتالي لو انت اتعلمت جافا سكريبت هتقدر تشغله في البراوزر از فرونت اند، وكمان شغاله في السيرفر از باك اند، فبالتالي انت بقيت فول ستاك. فول ستاك يعني بتعرف تعمل اكواد فرونت اند واكواد باك اند. ارجع لاول محاضره خالص تعرفيها عشان تعرف ايه الفرق بين الفرونت اند والباك اند. فاحنا ان شاء الله بعد مجرد ما هنخلص الكورس ده هندخل على طول على كورس النود جي اس عشان نتعلم ازاي نشغل الجافا سكريبت في السيرفر. فبكل بساطه هندخل على موقع النود جي اس، هو نود جي اس دوت او ار جي، هنلاقي على طول الداونلود عندنا. اي حاجه انت بتعمل لها داونلود بتدور على اللي مكتوب عليها LTS، لان ده الستيبل فيرجن، هتنزله وتسطبه عادي جدا زي ما بتسطب اي ابلكيشن، وهتنساه مش هتفتحه ولا اي حاجه. بعد ما تفتح الابلكيشن هتفتح التيرمينال، تقدر تفتح اي تيرمينال انت عايزه، يعني ممكن تدخل جوه لو انت فاتح ويندوز هتدخل جوه الفولدر بتاعك وتكتب سي ام دي، هيفتح لك تيرمينال اللي هو الكوماند لاين، او ممكن تفتح الباور شيل مثلا، تمام، هتفتح الباور شيل، او ممكن تفتح الجيت باش، او تفتح اللينكس شيل، او على حسب بقى انت الاوبريتنج سيستم بتاعك ايه. المهم هتفتح الشاشه السوداء اللي بتكتب فيها اكواد اللي هي بتاعت الدوس دي، او باختصار شديد جدا لو انا فاتح الفي اس كود، فالفي اس كود بيبقى جواه تيرمينال، تمام، تقدر تفتحه دايركت عن طريق كنترول والعلامه اللي هي علامه الموجه اللي عند حرف الذال اللي فوق خالص في الكيبورد، او هتدوس هتروح عند الفايل بتاعك وتقول له اوبن انتجريتد تيرمينال، تمام، هيفتح لك التيرمينال بتاعك هنا عشان ترن الفايل ده جوه النود. طب ترن الفايل ده جوه النود ازاي؟ بكل بساطه هقول له نود، طبعا الامر ده هيشتغل لما تسطب النود جي اس بالطريقه اللي احنا خدناها، وبعد كده بديله الفايل اللي انا عايز ارنه اللي هو سكريبت دوت جي اس، ممكن ما تكتبش دوت جي اس عادي، بس اهم حاجه اتاكد ان انت بترن الامر ده من جوه الفولدر اللي فيه الفايل، يعني انا هنا واقف على الفولدر اللي اسمه توتوريال، تمام، وبقول له رن الفايل اللي اسمه سكريبت او سكريبت دوت جي اس، بدوس انتر، هتبص تلاقي النتيجه بتاعتنا ظهرت قدامنا دايركت، تمام. دي الطريقه اللي انا بستخدمها علشان اشوف اللوج بتاع الكونسول او اشوف الاوتبوت اللي انا بكتبه في الكونسول. طيب احنا كده اتعلمنا الفاريبلز واتعلمنا الفانكشنز، اتعلمنا الايتريشن على الاري، فاحنا كده اخدنا الحاجات الاساسيه في اي لغه برمجه. اي لغه برمجه لو انت قررت دلوقتي حالا تفتح لغه برمجه تانية زي بي اتش بي دوت نت اي حاجه، هتبص تلاقي فيها نفس الكلام ده تيبيكال بالظبط. الميزه بقى هنا او الميزه في الكورس ده ان انا بحاول على قد ما اقدر اتكلم
من منطلق عام اكتر، يعني يعني بحاول اقول لك الحاجه، وهتشوف كمان قدام شويه لما نتعمق اكتر المعلومه نفسها هتفكر فيها ازاي، مش بس كجافا سكريبت، لا كجافا سكريبت او اي لغه برمجه تانية. فانت لما هتحب تتعلم لغه برمجه تانية قدام شويه هتلاقي نفسك كل اللي بتعمله بتروح تقرا الدوكيومنتيشن وبتلاقي نفسك اوريدي فاهم كل حاجه، بس شكل السنتكس ممكن يختلف، حاجات بسيطه في شويه كونسبت ممكن تكون مختلفه شويه، مسميات مختلفه، لكن هتلاقي نفسك فاهم المفاهيم كلها والمبادئ. في البرمجة طبعا ممكن نحتاج نعمل عمليات او اوبريشنز، فمن اهم العمليات اللي احنا بنعملها هي العمليات الرياضية، ودي بتبقى بسهولة جدا نفس اللي انت بتكتبه على الآلة الحاسبة هتكتبه في الكود بتاعك. يعني مثلا لو انا عايز اجمع رقمين 1 زائد 2 فهكتب 1 زائد 2 بس بمنتهى البساطة. عايز اضرب رقمين اطرح رقمين هقول 1 ناقص 2 هقول 1 في 2 هقول 1 على 2 وهكذا. طيب في عملية تانية هي عملية الكونكاتينيشن، لو انا عندي سترينج زي ده هلو وسترينج تاني مثلا اسمه شريف مثلا، فانا عايز اجمع السترنجين دول على بعض بكل بساطه بعمل كونكاتينيشن. الكونكاتينيشن ده كاني هيديني نفس نتيجه ان انا كاتب كده هلو شريف، بس هو كل اللي بيعمله ان هو ايه بيضمهم على بعض. طب ليه انا بحتاج الكونكاتينيشن ده؟ عشان ساعات السترنجز دول ما بيبقوش كلهم استاتيك زي دول زي بعض. يعني مثلا انا عندي شريف ده متعرف جوه فاريبل، فانا عايز اشيل شريف ده واحط فاريبل عشان يبقى الموضوع دايناميك. فانا هحط الاتنين دول جنب بعض كده ازاي؟ عايز اقول له الزقهم لي في بعض، فبحط علامه البلاس دي. تمام، يبقى علامه البلاس دي معناها ان هو بيمسك السترنج اللي قبليه مع السترنج اللي بعديه، سواء بقى كان سترنج ستاتيك او كان فاريبل، بيجمعهم مع بعض. فهتكون النتيجه هنا هتكون هيكتب هلو وشريف والنيم او الفاريبل اللي هو النيم ده هيشيله ويحط مكانه شريف بالشكل ده، وهيعمل كونكاتينيشن يعني هيجمعهم مع بعض، هتلاقي النتيجة كلها في الآخر هلو شريف. لو تلاحظ إن هنا علامة البلاس دي أنا بستخدمها بكذا معنى، يعني استخدمتها مرة في عمليات الجمع بجمع رقمين يعني بقول 1 زائد 2، واستخدمتها مرة كان كونكاتينيشن ما بين السترينجز. عشان كده دي أحد مميزات الداتا تايب. هل علامة البلاس دي اقصد بيها اجمع رقمين ولا اقصد بيها بكونكاتينيت تو سترينجز؟ ده بيبقى على حسب نوع البيانات اللي انا بعمل عليه الاوبريشن بتاعتي. يعني مثلا انا عندي هنا 1 زائد 2، طبعا النتيجه هتبقى 3، لكن لو قلت له 1 زائد 2 هما نفس الرقمين، بس انا هنا عشان حطيته جوه دبل كوتيشن فبقى بيتعامل كسترينج، هتلاقي النتيجه هنا انه بيعمل كونكاتينيشن، يعني هيقول 1 ويحط جنبها الاتنين مش بيجمعهم على بعض. فتعالى نشوف مثلا نلوج الكلام ده، خلينا نشيل بقى الكلام ده، هنلوج كونسول لوج 1 زائد 2، ومرة هنكتبها بالطريقة التانية اللي هي 1 زائد 2 برضو نفسهم. طبعا احنا بنشوف اللوج ده زي عن طريق حاجة من الاتنين، يا بناخد كوبي من الكود ده ونروح على الديف تولز بتاع البراوزر اللي هو جوجل كروم مثلا، او بنسطب نود جي اس وبنفتح التيرمينال وبنكتب نود سكريبت دوت جي اس. اي طريقة بقى انت هتعملها المهم هتشوف في الاخر النتيجة بتاعتنا. في النتيجة الاولانية 1 زائد 2 هنا عشان دول ارقام فعمل عملية جمع، فالنتيجة بقت 3 اللي هي السطر الاولاني. السطر التاني هو 1 زائد 2 بس عشان هما سترينجز عمل عملية كونكاتينيشن مش عملية جمع. يعني ايه كونكاتينيشن؟ يعني بياخدهم يحطهم جنب بعض ما بيعملش اي حاجة. عشان كده من المهم جدا ومن الحاجات اللي احنا هنركز عليها ان شاء الله في الدروس الجاية ان احنا نعمل نتأكد دايما، نتأكد من الانبوتس انها صح. يعني ممكن تلاقي الانبوتس جاي لك 1 و2 بس يكون على هيئة سترينجز، فانت ساعتها لازم تطلع ايرور وتقول ان انا عشان بجمع رقمين لازم الانبوتس بتوع الفانكشن يبقوا ارقام. لازم تتأكد، لازم تعمل التشيكنج ده عشان تفيريفاي ان الداتا انبوتس اللي جايه لك مظبوط. لو انا عندي بقى تو فاريبلز او فاريبل مثلا قلت له let x equal 1، فعايز اتاكد ان اكس ده 1. طبعا القيمه الفاريبل ده ساعات بتجيلي مثلا من داتابيز او بتجيلي من اي بي اي او بتجيلي من حاجه انا ببقى مش عارفها، فانا عايز اتاكد ان الفاريبل ده ليه قيمه معينه او اكبر من رقم معين او اصغر من رقم معين، او عايز اكمبير الفاريبل ده او الفاليو ده بفاليو تانيه. فهنعملها ازاي؟ انا عندي مثلا كونسول دوت لوج عشان اشوف النتيجه بتاعتي، عايز اقول له هل اكس تساوي 1؟ لو انا قلت له اكس يساوي 1، لاحظ ان الصيغه دي هي نفسها الصيغة اللي فوق. يعني أنا هنا فوق كنت بقول له عرف لي متغير اسمه اكس وخلي قيمته بواحد، يعني ايكوال دي هنا بقت assignment، يعني بقول له خلي قيمة اكس بواحد مش بقول له هل قيمة اكس بواحد.
لكن لما احب اقول له هل قيمه اكس بواحد فبقول دبل ايكوال. تمام، ايكوال واحده دي اساين، يعني انا باساين الواحد لاكس، يعني بقول له خلي قيمه اكس تساوي واحد. لكن لما اقول له دبل ايكوال معناها بساله هل اكس تساوي واحد. تتوقع النتيجه ايه؟ النتيجه طبعا هتكون اه او لا، اه او لا، ده اللي هو ايه في البرمجه، اللي هو البوليان، اللي هو ترو او فولس. يبقى النتيجه هنا هتطلع ترو او فولس. تعالى بقى نجرب كده، هتلاقي طلع ترو لان اكس فعلا بواحد. طب هل اكس بتساوي 2؟ هيقول لي فولس. طب نرجع تاني لاكس بتساوي واحد. انا لما بعمل كومباريجن زي ما احنا شايفين هنا، احنا بنستخدم الدبل ايكوال عشان نفرق بينها وبين الاساينمنت. ايكوال واحده يعني انا بقول له خلي قيمه اكس بواحد، دبل ايكوال معناها هل قيمه اكس بواحد. في عندي حاجه ثالثه بقى اللي هي التريبل ايكوال. دي التريبل ايكوال دي معناها هل اكس كقيمه وتايب بتساوي واحد. تعال نشوف ايه الفرق. لو انا قلت له اكس ايكوال 1 وقلت له هل اكس ايكوال 1 بالشكل ده، طبعا هتقول لي ايه ده، دي 1 هنا عباره عن سترنج. طب هل اكس بقى بتساوي ال 1 ده؟ تعال نجرب، هتلاقيه بيقول لي ترو. ليه بقى؟ عشان جافا سكريبت انترنالي بتعمل حاجه اسمها كاستنج للتايبس او كونفرجن للتايبس، يعني بتحول التايبس قبل ما بتعمل الكونفرجن ده. فعندي اكس دي عباره عن رقم، ليه؟ لان انا لما عرفتها قلت له رقم، حتى لما اقف عليها كده هتلاقيه بيقول ان اكس دي عباره عن نمبر. تمام، يبقى اكس دي عباره عن رقم، الواحد دي عباره عن سترنج. هل ينفع نقارن رقم بسترنج؟ لا، فهو هنا بيحولهم الاثنين عشان يبقوا نفس التايب، يعني هيروح يجيب الرقم المكافئ للسترنج ده. الرقم المكافئ للسترنج ده كام؟ اللي هو واحد برضو، بس من غير اقواس اللي هي الدبل كوتيشن دي. يعني الحاله دي تكافئ كانه، او خلينا نكتبها تحت، تكافئ كانه عملها كده. ليه؟ لان جافا سكريبت انترنالي هتحول السترنج ده لرقم. طب لو انا عايز اقول له هل اكس بتساوي واحد تحديدا، واحد كرقم تحديدا مش كرقم او كسترنج مكافئ ليه، في الحاله دي بستخدم التريبل ايكوال. لاحظ ان هنا لما قلت له اكس ايكوال ايكوال 1 بس على هيئه سترنج قال لي ترو. طب بص بقى لما اقول له تريبل ايكوال بقت النتيجه فولس فورا. انا شخصيا الصراحه في كل الكومباريزن اللي انا بستخدمها دايما دايما دائما وابدا بستخدم التريبل ايكوال. عمري في حياتي ما استخدمت الدبل ايكوال الا لما بكون قاصد فعلا ان انا اطنش التايب بتاع العنصر. ليه الطريقه دي مهمه؟ عشان لو انا عندي مثلا انبوت جاي وانا عايز اتاكد ان الانبوت ليه فاليو معينه ومن نفس التايب اللي المفروض يكون فيه. يعني لو عندي فانكشن اسمها سميشن، فالمفروض الانبوت اللي جايه لي تبقى ارقام بس، مش ارقام او حروف تشبه الارقام، لا ارقام بس. عشان كده انا دايما لما بقارن ما بين تو فاليوز بستخدم التريبل ايكوال. طبعا المقارنات انا ممكن استخدم طرق كتير جدا من المقارنات، الطرق اللي انت متعود عليها زي مثلا اكبر من، هل اكس اكبر من بواحد، هل اكس اكبر من او يساوي واحد، بتكتبها بالطريقه دي. دي المقارنات العاديه اللي انت متعود عليها دايما. طب لو عايز بقى اقول هل اكس لا تساوي واحد، فاللا اللي هي النفي دي، طبعا احنا لما كنا بنقول بيساوي كنا بنقول دبل ايكوال، لا تساوي فبنحط ايه العلامه، العلامه التعجب دي، يعني معناها ده نفي، يعني نوت ايكوال، العلامه دي كده معناها نوت ايكوال. فهل اكس لا تساوي واحد؟ لما نيجي نشغل طبعا فولس. بس هتقول لي هو ليه هنا مفيش الدبل ايكوال؟ ما احنا الدبل تمام اللي هي نوت ايكوال دي توازي الدبل ايكوال هناك. طب النوت وبعدين دبل ايكوال دي توازي التريبل ايكوال، عشان هي اول ايكوال دي انا شلتها وحطيت مكانها علامه التعجب دي. يبقى انا هنا دي بقول هل اكس لا تساوي واحد كنوع او كتايب، يعني هي نفس الكونسبت بتاع التريبل ايكوال هناك. وبرده انا شخصيا لما بستخدم المقارنات بستخدمها بالصيغه دي، يا اما لو انا عايز اقارن ان هم يساووا بعض فبستخدم التريبل ايكوال، لو عايز اتاكد ان هم مش بيساووا بعض بستخدم الدبل ايكوال بالطريقه دي. بما اننا اتعلمنا ازاي نعمل مقارنه ما بين تو فاليوز، فاحنا دلوقتي نقدر نعمل كونديشنز. لو انا عايز اقول له لو اكس تساوي واحد هيعمل حاجه معينه، لو لا هيعمل حاجه تانية، فهستخدمها له ازاي؟ هقول له اف اكس ايكوال 1، فهقول اف اكس ايكوال 1. طبعا هتقول لي ان ايكوال واحده دي يعني اساينمنت، يبقى انا المفروض احط دبل ايكوال او تريبل ايكوال. طبعا انا بفضل دايما ان انا احط تريبل ايكوال. الستيتمنت دي معناها بقول له لو اكس تساوي واحد هقول له مثلا كونسول لوج اوكي. عايز اقول له لو لا بقى يبقى هستخدم else كونسول لوج
نوت اوكي. نرن الابليكيشن بتاعنا، هتلاقي ان طبعا عشان اكس هنا بواحد فهو نفذ الجزء اللي هو عند الاف. طب لو لا، لو الاكس بقى باتنين خليها باتنين ونران المره دي، هتلاقي ان النتيجه طلعت نوت اوكي. ايه اللي حصل؟ انا قلت له هل اكس بتساوي واحد؟ طبعا هنا دي كده كانها فولز، فبقول له اف اكس ايكوال 1، هي مش بتساوي 1، فهيطنش كل ده ويدخل على الالس، فالالس هيقول لك ايه؟ لوج نوت اوكي، فهيلوج هنا في الكونسول نوت اوكي. طبعا ممكن يكون في اكتر من كونديشن، يعني هقول له مثلا اف اكس ايكوال 1 هترن اوكي، else if مثلا اكس بيساوي 2 هتكونسول لوج مثلا نوت باد. لو غير كده هت ايه هيلوج نوت اوكي. طب هو دلوقتي هيلوج ايه؟ انا عندي اكس ايكوال 2، فانا بقول له اف اكس ايكوال 1، هي هل هي ايكوال 1؟ لا، فهيطنش البلوك ده، هيدخل على البلوك اللي بعده else if equal to، هل اكس ايكوال 2؟ اه، يبقى هينفذ الكود اللي هنا. الكود اللي هنا بيقول له ايه؟ بيقول له لوج في الكونسول كلمة نوت باك، نران كده يبقى عمل لنا نوت باد. طب لو اكس ب 3، يبقى هيطنش البلوك الاولاني عشان اكس مش بواحد، هيطنش البلوك الثاني عشان اكس مش ب 2، هينفذ البلوك الثالث هيقول نوت اوكي. طب تعالى نخلي الاثنين دي تبقى سترينج. هل اكس ايكوال 2؟ لو هي دبل ايكوال بس هيقول اه، عشان هو هيحول ال 2 دي من سترينج لنمبر، فا اه اكس ب 2. تعالوا نجرب، هيقول لك نوت باد عشان هو اكس فعلا ب 2، لكن لو هي دبل تريبل ايكوال هيقول له لا، اكس هنا تبقى سترينج لكن اكس هنا نمبر، فاصلا مش هيعمل مقارنه، هيقول له فولس على طول. يبقى ده البلوك ده مش هيتنفذ، هينفذ البلوك اللي بعده. نجرب، هتلاقيه بيقول لك نوت اوكي اللي هو البلوك اللي بعده. في طريقه كده هي بتبقى مختصره شويه عشان نعمل الكونديشنز دي، يعني انا هشيل بقى الكلام ده كله وعايز اعمل فاريبل اسمه واي. ينفع ما اعملش اساينمنت للفاليو في نفس السطر؟ يعني انا عملت اساينمنت للفاليو، يعني اديت له قيمه في نفس السطر، هنا ينفع ما اديلوش قيمه؟ يعني هنا الواي بتاعي undefined، يعني غير معرف لسه، بس انا عايز اعرف قيمه واي بناء على قيمه اكس. فهقول له اف اكس ايكوال 1، ساعتها الواي هيساوي اوكي، ال سيف اكس ايكوال 2، ساعتها الواي هيساوي نوت باد. إلس لو اي بقى حاجة تانية هيبقى الواي بيساوي نوت اوكي. وبعدين هقول له بقى كونسول لوج الواي، فلو الواي بواحد هيلوج اوكي، لو الواي باتنين هيلوج نوت باد، لو الواي اي حاجة تانية هيلوج نوت اوكي. هنا الاكس باتنين يبقى هيلوج ايه؟ هيلوج البلوك ده اللي هو else if x equal to، يبقى الواي هتساوي نوت باد، يبقى هيلوج في الاخر نوت باد. نرن هنلاقيه عمل لنا نوت باد. طب في طريقه مختصره شويه بدل الكلام ده كله، خلينا نكومنته. الكومنت في جافا سكريبت بالمناسبه ان انا بحط بس الشرطتين المايلين دول قبل السطر اللي انا عايز اكومنته. يعني ايه بكومنت؟ يعني السطر ده بيبقى مكتوب قدامي في الكود بس مش بيتنفذ، يعني الكومبايلر ما بينفذوش، فممكن استخدمه مثلا لو عايز اكتب ملحوظه ليا، انا ليه عملت الحاجه دي بالطريقه دي، او حاجه مثلا انا محتاج اطورها بعدين بس مش فاضلها دلوقتي، فبكتبها على ايه كومنت ان انا بعدين هحتاج اعمل كذا، او ملحوظه للي هيجي يقرا الكود بعدي يبقى فاهم هو ده عباره عن ايه. يعني انا مثلا هنا ما حدش فاهم هو الاكس ده بيمثل ايه او الواي بيمثل ايه، فانا ممكن اعمل كومنت هنا واقول ان الاكس ده عباره عن كذا او الواي ده عباره عن كذا، اكس مثلا از ريفر تو او واي از ريفر تو مثلا سايز مثلا اوف كذا، تمام. فبكتب ملحوظه ليا او اي حاجه الكومبايلر مش هينفذها. طبعا انا عندي طريقه تانية لان انا اعمل الكومنتس، زي ما انت شايف ان الكومنت اللي هو الشرطتين دول بيبقى شغال في السطر بس، يعني انا كل سطر احتجت اعمل الكومنت بالطريقه دي. في طريقه تانية بقدر اعملها ان انا بستخدم المالتي لاين كومنت، يعني انا عايز اكومنت كذا سطر في نفس الوقت، فبستخدم الطريقه دي اللي هو بعمل شرطه مايله وعلامه الاسترس وبعد كده
بقفل بعلامة الأسترس الشهر 8، فهو كده بيكومنت كل الحاجات اللي في النص. أنا مش بحب الطريقة دي ليه؟ عشان أنا مثلا لو أنا عندي كومنت تاني مثلا جيت أعمله هنا، فهتبص تلاقي تلقائي الفتحة دي قفلت مع القفلة دي، بس مش ده اللي أنا عايزه. يعني هتلاقي في حاجات أنا كنت أعملها كومنت هنا ما تحصلهاش كومنت، وهتلاقي كمان في ايرور هنا. فانا مش بحب استخدم الطريقه دي، انا بحب على طول اعمل الطريقه اللي هي لاين باي لاين، وخصوصا ان في اس كود بيديني طريقه سهله ان اعمل الكلام ده بسهوله، ان انا بسلكت اللاينز اللي انا عايزها وبدوس كنترول وعلامه الشرطه المايله دي، على طول هتلاقي عمل كومنت للحاجات دي كلها. طيب نرجع بقى لموضوعنا، انا كنت عايز احط قيمه لواي بناء على قيمه اكس، فهبدا احط شروط كتير. فهقول له طب ما انا على طول اجي هنا اعمل اساينمنت، هقول له ان الواي بيساوي، عايز اقول له لو اكس بواحد هتدي له قيمه، لو لا هتقول نوت اوكي. فهقول له هل اكس بواحد، بص عملتها زي ما قلتوش بقى اف وما بين قوسين واكس يساوي واحد، وبعد كده فتحت القوسين المعكوفين دول، لا على طول قلت له هل اكس ايكوال واحد، يعني قلت له اكس ايكوال واحد، رحت حطيت له علامه استفهام، لو اه هتقول اوكي، لو لا خلي بالك هتقول نوت اوكي. فهمت ازاي؟ يعني ده كده كأن عملت ده، خلينا نعمل ده كده، كأني عملت ده بالظبط. قلت له لو اكس بواحد هتحط الواي بأوكي، هنا قلت له هل اكس بواحد يبقى الواي بقت بأوكي، لو لا يبقى الواي نوت اوكي. بس في هنا كونديشن تاني في النص اللي هو else if، لو اكس بقى باتنين، يبقى انا هنا عايز احط كونديشن تاني، فهبتدي احط الكونديشن تاني، هل اكس بواحد هتبقى اوكي، لو لا فاقول له هل اكس باتنين، يبقى هقول له نوت باد، لو لا هيبقى نوت اوكي. تمام، الطريقتين صح، تقدر تشتغل زي ما انت عايز، بس زي ما انت شايف الطريقه دي مختصره اكتر. يعني هنا انا بعملها واحده واحده، بقول له هل اكس بواحد، لو اكس بواحد هتبقى واي باوكي، لو لا طب هل اكس باتنين، لو باتنين هتبقى الواي بنوت باد، لو لا يبقى الواي بنوت اوكي. هنا حطيتها في سطر على بعضه، قلت له الواي بتساوي ايه بقى حسب اجابه السؤال، لو اكس بواحد هل اكس بواحد يبقى اوكي، لو لا طب هل اكس باتنين يبقى نوت باد، لو لا يبقى نوت باد. طب لو انا عايز احط شرط تالت، بمنتهى البساطه باجي هنا يعني بقول له لو لا، لو لا يبقى هسأل السؤال التالت، هل اكس بقى بيساوي 3، فهحط هنا يعني ده في حاله لو الاجابه يس، وبعد كده النقطتين دول في حاله لو الاجابه نو، وهكذا بقى. طب هحس الكونديشنز بقى، هو انا ممكن ابقى عايز اقول له كذا كونديشن في نفس الوقت، يعني مثلا خلينا نشيل ده، او خلينا نشيل الواي خالص مش محتاجينه، خلينا نشيل الكونديشنز دي، يعني نشيل كل حاجه. عايز اقول له ان اكس مثلا ايكوال 1 وواي ايكوال 2. لاحظت حاجه غريبه هنا، انا كنت الاول زمان بقول له ليت اكس ايكوال 1 وبعد كده ليت اكس ايكوال 2، دلوقتي بقت بحطهم الاثنين في ليت واحده وبفصل ما بينهم بكام عاديه. يعني دي كده معناها عرف لي بقى كل المتغيرات الجايه، عرف لي اكس واديها رقم واحد، وعرف لي واي واديها رقم اثنين، ومش شرط طبعا اعمل اساينمنت، يعني ممكن اقول له زد واسكت، وممكن اقول له زد ايكوال 3. طيب انا عايز اعمل بقى الكونديشن نفسه او الايف نفسها يبقى جواها كذا كونديشن، يعني عايز اقول له لو اكس بواحد وواي باتنين، هقولها ازاي بقى؟ او خلينا نستخدم فاريبل واحد مفيش مشكله، هقول له لو اكس اف اكس اكبر من زيرو، و او اند، علامه الاند بحط ايه العلامتين دول اللي جنب بعض، دول علامتين اند، لان علامه واحده دي حاجه تانية، دي في البيت وايس والكلام ده، العلامتين دول معناها اند. هقول له لو اكس اكبر من زيرو بس في نفس الوقت اكس اقل من 10، هات كونسول لوج اوكي ايلز، هات كونسول لوج نوت اوكي. يبقى انا هنا عملت ايه، الشرط نفسه بقى فيه حاجتين، فاكرين الاول كنا بنحط شرط واحد، يعني بقول له لو اكس اكبر من زيرو هتعمل كذا، او لو اكس ايكوال زيرو هتعمل كذا. المره دي بقى انا عايز احصر اكس بحيث تبقى رقم زوجي، يعني رقم يكون اكبر من زيرو بس في نفس الوقت اقل من واحد. لو الكونديشن، لو التو كونديشنز دول اتحققوا مع بعض هيكتب لي اوكي، لو واحد بس فيهم ما اتحققش هيروح على الايلتس على طول. هل اكس هنا اكبر من زيرو واقل من 10؟ اه، يبقى هيكون سول لوج ايه، هيلوج اوكي، نرن هنلاقي
بيلوج اوكي. طب لو الاكس برقم اكبر من 10 مثلا 11، نران كده هنلاقيه اداني نوت اوكي. ليه؟ لا عشان هو في شرط اتحقق بس الشرط التاني ما اتحققش. طيب لو انا عايز اقول له اور، يعني لو اكس اكبر من 10 مثلا، خلينا نقول لو الاكس اصغر من 10، لو الاكس سوري اقل من 0 او اكبر من 10 هتلوج نوت اوكي. ده هو نفس اللي فات بس عملته بطريقه عكسيه. انا في الطريقه العكسيه عايز الاكس يبقى رقم زوجي اقل من 10، يعني يكون اكبر من 0 واقل من 10. فقلت له لو هو اكبر من 0 واقل من 10 هتقول لي اوكي. المره دي عملتها بالعكس، فعايز اقول له لو اكس اكبر، لو اكس اصغر من 0 يعني رقم سالب، او اكبر من 10، يبقى هو كده خرج بره الرينج بتاعي، هقول له نوت اوكي. فاو دي بقى بعملها ازاي؟ عن طريق الاوبريتور ده. العلامه دي معناها اور، يبقى لو بقول له لو اكس اقل من 0 او اكس اكبر من 10 يبقى نوت اوكي. هل هنا اكس اقل من 0 او اكبر من 10؟ اه، اكس ب 11 اكبر من 10، يبقى المفروض لو حرن الابليكيشن ده هيديني نوت اوكي. لكن لو اكس في النص مثلا بواحد، ده رقم اكبر من 0 هو اقل من 10، فهنرن هنلاقيه اداني اوكي. ليه؟ عشان هو قلت له لو اكس اقل من 0 او اكبر من 10 فما حققش ده، المره دي حقق ده وقال لي اوكي. طب على حس بقى اند واور ممكن نستخدمها بطريقه تانية بره بقى الكونديشنز خالص. فانا مثلا عندي اكس بواحد، ممكن اقول له واي ايكوال اكس اور مثلا اي قيمه ديفولت اللي هي بزيرو. يبقى هنا واي قيمتها بكام؟ انا بقول له واي باكس، اكس بواحد فاكس ليها قيمه، يبقى خلاص مش هينفذ الكلام ده. تعال نلوج الواي. خلاص انت عرفت احنا بنلوج ازاي، بنكتب كونسول دوت لوج وبكتب الحاجه اللي انا عايز الوجها، بعد كده برن الكود بتاعي عن طريق ان انا بفتح تيرمينال وبكتب نود سكريبت دوت جي اس، او باخد الكلام ده على الديف تولز هيقول لي ان واي بواحد. طب لو اكس بقى ملهاش قيمه، انا بقول له واي ايكوال اكس، هل اكس لها قيمه؟ لا، يبقى هيروح للي بعدها او زيرو. يبقى انا لما هرن الكود ده، المره اللي فاتت كان بواحد، المره دي هيبقى بزيرو. فلما رنيت الكود ده بقى بزيرو، يعني بقول له واي ايكوال اكس او زيرو، يعني لو اكس ليها قيمه خدها، طب لو ملهاش اديها زيرو، اي قيمه افتراضيه كده. بنفس الطريقه انا ممكن استخدم اند، ان انا بنفذ كود لو الكود اللي قبليه شغال. يعني مثلا لو اكس بواحد هقول له مثلا كونسول لوك، هقول له اكس اور زيرو. فانا لما هلوج هنا قلت له لوج اكس، فاكس خلاص اتلجت، يعني اكس ليها قيمه فهيلوج الاكس، هيطنش اللي بعدها. طب لو اكس بقى ملهاش قيمه، نرن بقت ايه؟ قلت له لوج اكس، اكس ملهاش قيمه، قلت له او زيرو، يعني يا تلوج اكس يا زيرو، فاكس ملهاش قيمه بقى هياخد اللي بعدها. طب لو قلت له لوج اكس اند زيرو، نرن كده هنلاقي اداني undefined. ليه؟ ما هي اكس باندفايند. لو اكس باندفايند او اكس او الشرط ده ما اتحققش، مش هينفذ اللي بعد اند، عشان بقول له اند يعني لازم الشرطين يتحققوا، يعني لازم الشرط الاولاني يتحقق عشان يدخل على التاني. فالشرط الاولاني ما اتحققش خلاص طنش اللي بعد اند. طب لو قلت له اكس ب1 فقلت له لوج اكس اند 0، تعالى كده نجرب هتلاقيه لج 0. ليه؟ هو هنا قلت له لوج اكس اند 0 فاكس ليها قيمه، تمام، هيروح للي بعد اند هيلاقي زيرو. يبقى الطريقه دي، الصيغه دي هي الصيغه، يعني مش ريكومندد ان احنا نستخدمها، بس انا بشرحها لك عشان هتلاقي ناس متهوره بتستخدمها. ازاي؟ هو عايز، هو مش عايز يتحقق من كونديشن معين، لا هو عايز يقول له هتنفذ اخر حاجه بس لو كل اللي قبلها اتحقق. طب لو عايز انفذ اي حاجه، اول حاجه متحققه في الشروط كلها، هستخدم اور. يبقى انا هنا هنفذ اول حاجه متحققه، هيروح لاكس، هل اكس متحققه ليها قيمه يعني؟ اه، يبقى هينفذها ويسكت. طب لو ملهاش قيمه يبقى هيدخل على اللي بعدها. تمام، دي طريقه كده بنستخدم بيها الاند واور. وما تقلقش لو لقيت نفسك يعني ايه مش مستوعب كل حاجه بنسبه 100%، هنتهري ابلكيشنز وهنتهري اكواد وتدريب عملي للصبح. على حس الفانكشنز بقى، تعالوا ناخد شويه مفاهيم كده متعلقه بالفانكشن. فانا عندي فانكشن هنا مثلا اسمها لوج فاليو. الفانكشن دي بتاخد فاليو وبتلوجه. بنلوج ازاي؟ طبعا احنا اتعلمنا، بنقول كونسول دوت لوج وبنكتب الفاليو. طب عايزين ننفذ بقى الفانكشن دي، عايز الوج فاليو، فكل ما اللي انا بعمله ان انا بكتب اسم الفانكشن وبكتب الفاليو اللي انا عايزها، وليكن مثلا تيست. نرن
الكود بتاعنا، بنرن الكود بتاعنا ازاي؟ بناخده كوبي، بنروح على الديف تولز بتاعت الكروم ونشغله هناك، يا اما بننزل نود وبنفتح التيرمينال ونكتب نود سكريبت دوت جي اس، هنبص نلاقي ان اللوج بتاعنا بيلوج الفاليو اللي انا بديها له. طيب تعالوا بقى نشوف شويه مفاهيم كده. لو انا عندي مثلا فانكشن هنا، عندي مثلا فاريبل نيم مثلا اسمه شريف، وجوه الفانكشن عندي نيم برضو نفس اسم الفاريبل بس ليه فاليو تانية، وانا جيت قلت له لوج لي، خلينا ايه وقلت له لوج لي النيم، تفتكر هيكتب انه نيم اللي بره ده ولا اللي جوه ده؟ هيكتب شريف ولا هيكتب الديب؟ طبعا هنا عشان انا ده متعرف في الجلوبال سكوب، فده متشاف من اي حته جوه السكريبت بتاعنا، يعني اي مكان في السكريبت بيستخدم الفاريبل اللي اسمه نيم هيروح على طول على الجلوبال سكوب، يبقى النيم هنا هتساوي شريف مش الديب، فهنران كده هنلاقيه كتب لي شريف. طيب لو انا خدت اللوج ده هو نفسه بالظبط ورحت حاطه هنا جوه الفانكشن، هيكتب بقى انه نيم؟ تعالوا كده نشغل الفانكشن. شغلت الفانكشن، نران الكود بتاعنا، هنلاقيه كتب لنا الديب، يعني اختار الفاريبل اللي جوه. ليه بقى؟ عشان انا هنا جوه السكوب بتاع الفانكشن، السكوب بنعرفه اللي هو اي حاجه ما بين الاقواس المعكوفه دي، فجوه السكوب بتاع الفانكشن هو بيروح يجيب الفاريبل اللي متعرف جوه نفس السكوب. طب لو انا ما عنديش فاريبل متعرف جوه نفس السكوب، لو انا عملت كومنت للكلام ده، فانا ما بقاش عندي هنا فاريبل متعرف جوه الفانكشن، هيعمل ايه؟ هيروح الاول يسال نفسه هل في فانكشن، هل في فاريبل متعرف جوه السكوب بتاع الفانكشن؟ لا. لو لا هيطلع في السكوب اللي اعلى منه، السكوب اللي اعلى منه هنا على طول هو الجلوبال سكوب، يبقى في الحاله دي هيلوج مين؟ هيلوج النيم اللي في الجلوبال سكوب. تعالوا كده نرن الفانكشن، هنلاقيه كتب لي شريف. يبقى انا عندي ثلاث حالات، الحاله الاولى لو انا بستخدم او باكسس النيم ده جوه الجلوبال سكوب، يبقى هياخد الفاريبل اللي متعرف في الجلوبال سكوب. طب لو انا بحاول الوج من جوه الفانكشن، هيروح ياخد الفاريبل اللي متعرف جوه الفانكشن. طب لو مفيش، يبقى دي الحاله الثالثه، هيروح بقى للسكوب اللي اعلى منها اللي هو الجلوبال سكوب. طيب نرجع تاني للفانكشن بتاعتنا اللي هي بتلوج فاليو، خلاص نشيل بقى الديب ده خالص. احنا كده اتعلمنا مفهوم مهم جدا، هو السكوب اللي الفاريبل بيبقى شغال فيه، الجلوبال سكوب بيبقى متشاف من اي حته جوه السكريبت، السكوب بقى مثلا اللي متعرف جوه فانكشن او متعرف جوه حاجه معينه بيبقى متشاف جوه نفس الفانكشن فقط لا غير، مفيش اي حته تانيه جوه السكريبت يقدر ياكسس الفانكشن دي او الفاريبل ده. فانا عندي هنا فانكشن بسيطه، كل اللي بتعمله انها بتاخد فاليو وبتلوجه، زي مثلا ما نديله فاليو هنا تيست وبنلوجه. نفس الفانكشن دي انا ممكن اكتبها بطريقه تانيه، ممكن اقول له let log value، خلينا بس نميز اسم الفانكشن دي عن اللي بعدها، فهنقول log value for عشان انا بكتبها على هيئه variable، هقول له يساوي function وبدي له الفاليو عادي، وبقول له انها بتريتن او بكونسول لوج الفاليو بتاعتها. فانا سواء كتبتها بالطريقه دي او بالطريقه دي، نيجي نران هنلاقيه الاثنين طلعوا نفس النتيجه بالظبط. يبقى انا ينفع اكتب الفانكشن على هيئه فانكشن عن طريق ان انا بستخدم الكي وورد اللي اسمها فانكشن وادي له اسم الفانكشن، بعد كده بدي له البارامترز، وجوه هنا البادي بتاع الفانكشن بدي له الكود اللي انا عايزه يشتغل، او بعرف له نفس الفانكشن هي بس على هيئه فاريبل، يبقى بقول له ليت وبدي له اسم الفانكشن ايكوال، وبعد كده بعرف الفانكشن عادي جدا، يعني كاني مسكت اسم الفانكشن طلعتها بره وقلت له ايكوال وعرفتها على هيئه variable. تمام، ده نفس بالظبط الصيغه اللي احنا متعودين عليها. طب ينفع اعرف الكلام ده بطريقه ثالثه؟ طب تعالى ناخد كوبي من الكلام ده، هنميز بس اسم ال variables هنسميه arrow، هنعرف ليه دلوقتي. انا هنا ممكن اعرف الفانكشن بطريقه ثانيه، اشيل كلمه فانكشن خالص وبعدين احط مكانها السهم ده اللي هو علامة ايكوال وبعدين جنبها علامة اكبر. دي طريقة فانكشن اسمها ارو فانكشن، يعني الطريقة دي هي بالظبط نفس الطريقة دي، كأني شلت كلمة فانكشن
من قدام الاقواس اللي بحط جواهم البارامترز، وحطيت هنا في النص السهم بتاعي ده. دي طريقه ثالثه اسمها ار فانكشن. ايه الفرق بقى بين الار فانكشن والفانكشن العاديه؟ يعني هو فرق مهم جدا بس احنا ممكن ما نحسش بيه دلوقتي. هو الكيورد اللي اسمها this اللي احنا هناخدها لسه قدام شويه، تعريفها بيختلف من بين الار فانكشن والفانكشن العاديه. يعني مثلا لو انا عندي دي كيورد محجوزه في جافا سكريبت وليها معنى معين اللي هو كلمه this، كلمه this هنا بتعود على الفانكشن، يعني this هنا معناها الفانكشن، كاني قلت له هذه الفانكشن. لكن this هنا بتعود على الابر سكوب، يعني على الجلوبال سكوب بتاعنا، تمام؟ ده فرق مهم جدا. غير كده ار فانكشن تعتبر مختصره شويه عن الفانكشن العاديه. لا يعني انا لو مش هستخدم ذيس خالص جوه الفانكشن فانا ممكن اعمل دي او دي، الاثنين هدوني نفس النتيجه بالظبط، ولكن ار فانكشن ساعات بتبقى مختصره اكتر. زي ما هنشوف امثله كتير هنشوف ان ار دي بتختصر لنا حاجات كتير. طبعا ممكن يبقى اسمها ار فانكشن او لامدا فانكشن او لها مسميات كتير في لغات برمجه مختلفه، المهم ان هو نفس الكونسبت. ليه اسمها ار فانكشن؟ عشان احنا بنستخدم الار ده او السهم ده. بالمره بقى خلينا نتعرف على شويه مفاهيم كده تخص الفانكشنز. نرجع بقى للفانكشن العادية بتاعتنا اللي هي دي. خلينا نعمل فانكشن تانية هنسميها مثلا run، والفانكشن دي ما بتعملش اي حاجة غير انها بتاخد فانكشن هنسميها كول باك، وكل اللي بتعمله انها هتنفذ الكول باك ده، او خلينا ايه نديها كول باك وفاليو، واللي بتعمله انها هتمرر الفاليو ده للكول باك دي. فدي فانكشن يعني على ارض الواقع ملهاش اي ستين لازمه، لان انا اقدر انفذ الفانكشن دايركت من غير ما اعمل فانكشن. بس خلينا نشوف احنا هنعمل ايه. انا كنت بستخدم الفانكشن دي دايركت على طول اللي هي اللوج فاليو، وبدي له فاليو مثلا تيست. دلوقتي بقيت ممكن استخدم الفانكشن اسمها ران ومرر له الفانكشن نفسها اللي انا عايز استخدمها اللي هي اللوج فاليو والفاليو. يبقى run هنا هتعمل ايه؟ هتروح تاكسكيوت الفانكشن دي وتمرر الفاليو للفانكشن اللي انا عايزها. طيب تعالوا نشوف بقى النتيجه هتبقى ايه. هتلاقيها نفس نتيجه بالظبط تنفيذ اللوج فاليو او الفانكشن اللي اسمها لوج فاليو دايركت. بس ليه بقى انا بدي لك المثال اللي هو ملوش اي ستين لازمه ده؟ عشان اعرفك ان الفانكشن ينفع تستقبل فانكشن تانية كبارامتر، او ينفع اخد فانكشن اللي هي دي وامررها جوه فانكشن تانية كبارامتر. الفانكشن في الحاله دي لما بتتمرر جوه فانكشن تانية بنسميها كول باك فانكشن، يعني فانكشن الفانكشن التانية الرئيسية بتاعتها هتنفذها داخليا. طب الفانكشن بقى اللي هي اللي استقبلت كول باك فانكشن بنسميها هاير اوردر فانكشن. يبقى انا عندي فانكشن جوه فانكشن. طب لو انا عندي بقى الفانكشن اللي اسمها راندي ممكن يبقى جواها فانكشن، فهنعمل مثلا فانكشن مثلا تشيك فاليو، ودي بتاخد الفاليو وبتعمل شويه تشيكات وريتيرن ترو او فولس، او مثلا هقول مثلا اف فاليو، احنا لسه ما خدناش التايب اوف، فهنقول مثلا ايه لو في اي حاجه حصلت. او خلينا عادي ممكن نفهمها، لو قلنا التايب اوف فاليو نوت سترينج تمام، هن through new error ونديله رسالة الايرور اللي هو the value must be a string. يلا دي كده حاجة كنت المفروض هشرحها بعدين بس بالمرة كده كده هنفهم. انا عملت هنا function عادية اسمها check value. تعالوا ناخد الفانكشن دي بره ننفذها بره عشان نشوف هي الفانكشن دي بتعمل ايه. نشيل بقى ده ننفذ هنا فانكشن عادية خالص. الفانكشن دي بتروح تتشيك ان الفاليو ده لازم يكون سترينج. فانا عندي طريقه ان انا بتشيك على نوع الفاليو بتاعنا عن طريق حاجه اسمها تايب اوف. يعني بقول له لو نوع الفاليو يبقى اف تايب اوف فاليو ده نوع الفاليو، لو لا يساوي سترينج يعني الفاليو ده لازم يكون سترينج. طب لو رقم يبقى غلط. عندي بقى هنا كي وورد اسمه ثرو، وثرو ده انا ممكن اديله على طول رساله الايرور. خلينا من نيو ايرور دي مش لازم ندخل فيها دلوقتي. بقول له ثرو نيو ايرور. ثرو دي معناها وقف لي الكود خلاص ما تكملش، وقف الكود كله ونزل لي رساله الايرور. طب تعالى نشوف كده تشيك فاليو دي لما ننفذها هقول له تشيك فاليو، ومره كده همرر لها سترنج اي سترنج وليكن تيست،
هنفذ الفانكشن هنلاقي ان مفيش اي حاجه حصلت. طيب لو مررت لها حاجه غير السترنج وليكن رقم، المفروض ان هو هيوقف الفانكشن ويكتب لي رساله الايرور اهو، طلع لي ايرور، قال لي ايرور اهو، خلي بالك ان ذا فاليو ماست بي ا سترنج. طب هنعرف ازاي ان هو اوقف الفانكشن؟ تعالوا مثلا هنا هنكونسول لوج اوكي، وبره هنا بره الفانكشن خالص هنكونسول لوج، او يعني بعد تنفيذ الفانكشن هنا هنكونسول لوج مثلا ذيس كود، او خلينا نكتب كلمة اكزامبل وخلاص. يبقى انا المفروض لو التشيك فاليو دي مررت لها سترينج هيدخل على التشيك فاليو، هقول لك if type of value equal string، هل هي لا ليس او not equal string، هل هي not equal string؟ لا، يبقى هيطنش الكلام ده، مش هيبص له اصلا، هيدخل يكونسول لوج اوكي، نفذ كده الفانكشن، هيكمل بقى الكود بتاعنا ويلوج اكزامبل. فنران الكود هتلاقيه كتب لي اوكي الاول اللي هي هنا جوه الفانكشن وكمل، وراح كاتب اكزامبل. طب لو انا مررت له حاجه مش string مثلا رقم، فانا هاجي هنا هقول له if type of value not equal string، هل هي لا تساوي string؟ هل النوع الفاليو ده مش string؟ اه هو رقم، يبقى هينفذ الكلام ده. ايه الكلام ده؟ هقول لك through، يبقى هيوقف الابلكيشن، هيوقف السكريبت، مش هيكمل خلاص، مش هيكمل بقيه الاكواد ولا هيبص لها، يبقى الكونسول لوج اوكي ده مش هيبص له، واي حاجه بعد تنفيذ الفانكشن دي مش هيبص لها اصلا، وهيوقف ويطلع لي رساله الايرور اللي انا كاتبها له دي. تعالوا نران كده الكود، هنلاقيه وقف طلع لي ايرور وقال لك ان ده فاليو ماست بي ا سترينج. طب فين الكونسول لوج اوكي؟ فين كلمه اوكي وفين كلمه اكزامبل؟ ما كتبهمش عشان هو اوريدي وقف الابلكيشن. تمام، فاحنا كده فهمنا الفانكشن بتعمل ايه. ناخد بقى الفانكشن دي بحالها، نروح ندخلها جوه فانكشن الران. يبقى الران دي هي فايدتها صحيح بتنفذ الكود اللي انا كان ممكن انفذه بطريقه مباشره، بس زودت ميزه ان انا بتشيك على الفاليو. فانا بتشيك على الفاليو، لو الفاليو غلط يعني مش string هي ثرو ايرور، لو الفاليو اوكي هيكمل عادي. فانا قبل ما هنفذ الكول باك هروح اتشيك الاول على الفاليو، تعال نشوف بقى الفانكشن دي بتتنفذ ازاي. انا كنت الاول لما بقى استخدم لوج فاليو دايركت كده كان كل اللي بيعمله بيلوج الفاليو، دلوقتي بقى عندي فانكشن هي صحيح هتنفذ اللوج فاليو عادي جدا، بس قبل الخطوه دي هتتشيك على الفاليو. يبقى انا المره دي لما هرن هدي له الكول باك بتاعنا اللي هي فانكشن اللوج فاليو، وادي له الفاليو بتاعنا اللي هو تيست. نران كده الكود هنلاقيه اشتغل عادي جدا، كاني مررت الفاليو للوج فاليو او للفانكشن اللوج فاليو. طب لو انا بقى جيت امرر له فاليو غلط مثلا 1 اللي هو مش سترينج هيعمل ايه بقى؟ نران كده هنلاقي اداني ايرور، والايرور قال لك ان ده فاليو ماست بي ا سترينج. يبقى هو عمل ايه خطوه كده اضافيه، ان هو بيتشيك على حاجه معينه. المهم اللي انا عايز اقول لك بقى ان الانر فانكشن دي اسمها كلوجر. يبقى الكلوجر في جافا سكريبت او في لغات البرمجه عموما هي الانر فانكشن، او فانكشن متعرفه جوه فانكشن تانية. طبعا الفانكشن دي مش محتاج اقول لك عشان هي متعرفه جوه فانكشن، فما اقدرش استخدمها غير جوه الفانكشن. يعني انا هنا جوه الفانكشن اللي متعرفه فيها قدرت استخدمها، لكن ما اقدرش استخدمها من بره، يعني ما اقدرش اروح في الجلوبال سكوب واستخدمها من بره. طيب الفانكشن دي، الفانكشن دي اللي هي الانر فانكشن او الكلوجر، تقدر تاكسس السكوب بتاعها، يعني اي فاريبل متعرف جوه السكوب بتاعها هتاكسسه، او تاكسس الفانكشن اللي هي الاعلى منها اللي هي اللي بتحتويها، او تاكسس الجلوبال سكوب بنفس الطريقه اللي احنا خدناها قبل كده. لو انا عندي مثلا حبيت اعمل كونسول لوج نيم هيعمل ايه؟ اول حاجه هيروح يبص هل في نيم متعرف، سوري خلينا نحطها جوه الكلوجر فانكشن او الانر فانكشن، هيسال نفسه هل في نيم متعرف جوه حدود الفانكشن دي؟ لو اه هيلوج النيم ده وخلاص. طب لو لا هيروح يبص في السكوب اللي اعلى منه، مين السكوب اللي اعلى منه؟ اللي هي الفانكشن اللي بتحتويها. لو في متعرف نيم جوه الفانكشن البيرنت فانكشن دي يبقى هيلوج هنا النيم اللي متعرف جوه البيرنت فانكشن، لو لا هيروح جوه الجلوبال سكوب.
طبعا عشان هنا مفيش نيم متعرف كمان جوه الجلوبال سكوب، فهيديني ايرور، هيقول لك خلي بالك انت بتستخدم فاريبل اصلا مش متعرف، تمام. ولكن الكونسبت هنا ان هو هيروح يبص الاول جوه السكوب بتاعها، بعد كده جوه السكوب بتاع الفانكشن اللي بتحتويها، بعد كده الفانكشن الثانيه جوه فانكشن ثالثه، والثالثه جوه فانكشن رابعه، هيمشي بنفس التدرج ده لغايه ما يطلع بره الجلوبال سكوب. يبقى احنا كده خدنا مفهوم الفانكشن العاديه، وتعلمنا ان احنا ممكن نعرفها كفانكشن او كفاريبل، واخدنا مفهوم الارو فانكشن، وقلنا ان الفرق بينها وبين الفانكشن العاديه في الكي وورد اللي اسمها ذيس اللي احنا لسه هندرسها، ولكن بتختلف الحاجه الوحيده يعني اللي بتختلف ان ذيس معناها بيختلف. كمان اخدنا الكول باك فانكشن، هي فانكشن بنمررها جوه فانكشن تانية، واخدنا الهاير اوردر فانكشن والهايست اوردر فانكشن، لو فانكشن يعني بتتمرر جوه لفانكشن تانية، الفانكشن تالتة، الفانكشن رابعة، فاخر فانكشن موجودة في الجلوبال سكوب بنسميها الهايست اوردر فانكشن، يعني هي نفسها مش جوه اي فانكشن تانية. بعد كده اخدنا الانر فانكشن اللي هي الفانكشن الداخلية اللي متعرفة جوه فانكشن، وقلنا ان السكوب بتاعها بيبقى شغال جوه الفانكشن بس، يعني اقدر استعملها جوه الفانكشن بس، وقلنا ان هي لو بحاول اكسس على فاريبل من جواها بيروح الاول يدور على الفاريبلز المتعرفه جوه السكوب بتاعها، لو ما لقاش يطلع براها على الفانكشن اللي هي البيرنت فانكشن، لو ما لقاش يبتدي يطلع على الجلوبال سكوب. بالمره بقى خلينا ناخد مثال تاني، بدل اللوك فاليو دي اللي هي انا بديله اسم فانكشن، تعالوا نعرف فانكشن كده على السريع. ودايما لما احب اعرف فانكشن بشكل مختصر بروح اكتبها على اي ارو فانكشن، فهروح اعمل له ايه فانكشن، هقول له دي بتاخد فاليو ودي كونسول لوك الفاليو. لاحظ بقى شكل الفانكشن هنا بقى عامل ازاي. هو المفروض ان شكل الفانكشن دلوقتي بقى مقلوب بالنسبه لك دي ارو فانكشن، عشان انا ما كتبتش هنا كيورد فانكشن، وحطيت السهم ده اللي هو علامه ايكوال وعلامه اكبر من، ومش ضروري احط الاقواس بتاعت الفانكشن اللي هي دي ادام هو ما فيش غير ستيتمنت واحد، فالموضوع مختصر جدا. طيب الفانكشن دي، هل الفانكشن دي ليها اسم؟ لا ملهاش اسم، انا معرفتش اسم للفانكشن دي، فبالتالي دي اسمها anonymous function، يعني function غير معروفة، يعني ملهاش اسم. انا مش محتاج اسم الفانكشن في حاجة، عشان انا مش هستدعيها بعد كده بالطرق العادية، هي هتستدعى جوه الفانكشن عن طريق الكول باك، فده مفهوم كمان للفانكشن، هي anonymous functions او functions اللي ما تتسمى، يعني functions ملهاش اسم او function مجهولة او مجهولة الهوية، دي anonymous function. بستخدمها امتى؟ لو انا مش محتاج انادي على الفانكشن، لان انا بنادي على الفانكشن باسمها بالطريقه دي، انا بكتب اسم الفانكشن عشان انادي عليها، طب انا مش محتاج انادي على الفانكشن، فمش محتاج اعرف اسمها، فمش محتاج اديها اسم اصلا، فبعملها فانكشن مجهوله او فانكشن انونيموس فانكشن. بالمره بقى لو انا عندي بارامترز بمررها للفانكشن، بارامترز اللي هي الفاليوبلز اللي هتستخدم جوه الفانكشن، فانا عندي او البارامترز اللي انا ببعتها للفانكشن عشان تبدا تتنفذ عليها العمليات اللي الفانكشن هتعملها. لو انا عايز اعمل ديفولت فاليو، بمعنى ايه ديفولت فاليو؟ يعني لو انا ما بعتلوش فاليو معينه لكل فاريبل، هو هيفترض فاليو من عنده. فخلينا ناخد الفانكشن البسيطه بتاعتنا اللي هي اللوك فاليو دي، نشيل بقى كل العقد اللي احنا عملناها، وطبعا احنا بنستدعي الفانكشن ازاي؟ انا بكتب لوك فاليو وبديله الفاليو بتاعتي وليكن تيست، ننفذ هنلاقيه نفذ لنا الفانكشن دي وكتب تيست. طب لو انا ما بعتلوش اي فانكشن اي فاليو خالص، ننفذ هنلاقيه undefined لانه الفاليو undefined ما فيش حاجه. طب ازاي اديله قيمه افتراضيه للفاليو بحيث لو انا ما بعتلوش قيمه هو هيفترض قيمه من عنده؟ فانا عندي هنا بقى طرق كتير، عايز اقول له مثلا if value equal، طبعا double equal او triple equal undefined، هقول له حط لي ان الفاليو ايكوال تيست، ننفذ هنلاقي طلع لي تيست رغم ان انا ما بعتلوش اي فاليو، ليه؟ عشان هو حط لي قيمه افتراضيه. طب ممكن استخدم بطريقه مختصره اكتر، هشيل undefined دي واحط مكانها نوت، عايز اقول لو نوت فاليو، يعني لو الفاليو مالوش قيمه، ننفذ هنلاقي برضو طلع لي نفس النتيجه. يبقى الطريقه دي كاني بقول له لو الفاليو لا تساوي undefined، يعني لو الفاليو او equal undefined، لو الفاليو undefined مش متعرف هتدي له قيمه افتراضيه تيست، لو not value يبقى برضه هتدي له قيمه افتراضيه تيست. بس خد بالك عشان وانت بتتعامل بالطريقه دي لازم تكون حذر شويه، لان افرض لو انا اديت له مثلا value 0 هتلاقيه برضه اداني تيست، ليه؟ لان النوت دي معناها قيمه فولسي، يعني يكون undefined او null او 0 او false، كل الحاجات دي تعتبر نوت،
تمام. لكن لو انا عايز اقول له لو مش متعرف تحديدا يبقى الافضل، هي الطريقه دي مختصره اكتر، ولكن الافضل طبعا ان انا اقول له equal undefined. في الحاله دي لما اجي ارن الكود هتلاقي اداني زيرو. ليه؟ عشان انا عرفت اكس بس بقيمه فولسي، خلاص هياخد القيمه الفولسي. تمام، ده الفرق ما بين، عشان ده اهميه بقى ان احنا بعدين هنتعلم اليونت تيستنج، عشان تريكات صغيره زي دي انا ممكن احط كود يبقى الكودين في معظم الوقت ليهم نفس المعنى، بس بيجي في كيس معينه كده معناها يختلف، فالكود يضرب وانا مش اخد بالي. عايز اعرف بقى الغلطه جايه منين، فبعمل اليونت تيستنج اللي زي دي. ده مثال، يعني مثال ان انا كنت بعتقد ان الطريقه اللي هي نوت فاليو تبقى اختصار لطريقه اللي هي الفاليو ايكوال انديفايند. في معظم الحالات ينفع نختصر ونعملها كده، بس في حالات قليله ما ينفعش. فانا هنا في الكود بتاعي يعتبر حاله من الحالات اللي ما تنفع. ينفع اكتبها بطريقه تانية، اشيل بقى كل ده خالص، هقول له ان الفاليو ايكوال فاليو اور تيست. فاكرين لما كنا بنستخدم الاور علشان ينفذ الكود اللي على يمينها لو اللي على شمالها ما تنفذش؟ في الحاله دي هيقول لك ايه؟ فاليو ايكوال فاليو. والله لو الفاليو دي ليها قيمه خلاص هيطنش اللي بعد اور. طب لو ملهاش قيمه هيبتدي ينفذ اللي بعد اور. يعني ايه؟ يعني هيديها قيمه تيست. طب تعالوا نجرب، خلينا نحط فاليو مثلا بقيمه اوكي عشان تبقى واضحه اكتر. نران هتلاقي الدنيا اوكي. طب لو ما اديتلوش فاليو خالص هنلاقي ادانا القيمه الافتراضيه اللي هي تيست. يبقى دي طرق ان انا اساين فاليو افتراضيه لفاريبل لو هو ملوش قيمه. بس جوه الفانكشن انا عندي طريقه كمان، انا ممكن اشيل ده خالص، طريقه بقى افضل، واقول له ان الفاليو ايكوال تيست. هو هيستخدم الاساينمنت ده في حاله لو الفاليو ملوش قيمه. يعني انا لو هنا قلت له اديت له فاليو اوكي خلاص هيطنش الديفولت فاليو دي وهيستخدم القيمه اللي انا مورت له ليه اوكي. طب لو ما مررتلوش حاجه خالص ينفذ، هنلاقي اختار القيمه الافتراضيه اللي هي تيست. يبقى انا عندي طرق كتير ان انا اعمل ديفولت فاليو للفانكشن للفاريبل، ولكن الفاريبل اللي بمرر له للفانكشن اللي احنا بنسميه بارامتر او ارجيومنت اقدر اديله ديفولت فاليو بطريقه مختصره جدا، ان انا بس بقول له ايكوال تيست. يبقى ايكوال تيست دي معناها ان ده في حاله لو الفاليو هنا ملوش قيمه، يعني لو الكونسيومر بتاع الفانكشن ما مررش قيمه معينه للفاريبل ده او للبارامتر ده اعتبرها بتست. زي ما انت شايف هنا الفانكشن دي بتنفذ حاجه معينه او بتلوج حاجه معينه. والله انا شخصيا بفضل ان الفانكشن ما تنفذش حاجه، يعني الفانكشن تروح تكالكوليت الداتا وتريتر الداتا نفسها وانا اللي اقرر هنفذها ازاي، الوجها بقى في الكونسول، ابعتها للسيرفر، ابعتها للداتا بيز، اعمل فيها اللي انا عايزه. المهم ان الفانكشن هتريترن الداتا بس لكن ما تنفذش حاجه. ودي احد المبادئ اللي انا شخصيا بستخدمها في الفانكشن. وفي مبدأ تاني مهم وهنعرف ليه قدام شويه، ان انا بحاول ما اغيرش قيمه فاريبل من جوه الفانكشن. يعني لو انا عندي هنا فاريبل اسمه نيم وانا جيت جوه الفانكشن دي رحت قايل له ان نيم ايكوال الديب، يبقى انا غيرت قيمه الجلوبال فاليو ده من جوه الفانكشن. لو جينا نرن، رنينا الفانكشن وبعد كده قلنا له كونسول لوج نيم، تتوقع هو هيلوج ايه هنا؟ تتوقع نيم بقى اللي هي الجلوبال فاريبل. بس انا هنا من جوه الفانكشن عشان انا باكسس الجلوبال فاريبل، عشان الفاريبل ده مش متعرف جوه الفانكشن، فانا باكسس الجلوبال فاريبل. فانا هنا غيرت قيمه الجلوبال فاليو او جلوبال فاريبل من جوه الفانكشن. دي حاجه غلط تماما، المفروض ما اعملهاش. المفروض ان الفانكشن ما يكونش ليها سايد افكت. يعني ايه سايد افكت؟ يعني ما تغيرش اي حاجه في الجلوبال سكوب. فدي كده مبدا من مبادئ الفانكشن. المبدا الثاني اللي زي ما بقول لك عليه ان الفانكشن ما تنفذش حاجه، الفانكشن تريتيرن داتا بس. نمسح بقى الكلام ده ونمسح الكلام ده. دلوقتي انا عندي الفانكشن دي بتنفذ الداتا اللي هي الفاليو. لا انا مش عايزها تنفذ الفاليو، انا عايزها تريتيرن الفاليو. وانا بقى همسك الفاليو ده اللي هيرجع لي من الفانكشن وانفذه بطريقتي. خد بالك لما بعمل ريتيرن اي كود بعد الريتيرن ما بتنفذش، عشان كده هتلاقي ايه بقى يعني لونه كده مغيم سيكا. ليه؟ عشان اي حاجه بعد الريتيرن ما بتنفذش. طب تعالى نتاكد، انا هقول له مثلا كونسول لوج 1 وبعدين كونسول لوج بعد الريتيرن 2، اجي انفذ الفانكشن نران الكود بتاعنا هنلاقي ان ال1 اتنفذ، بعد كده ريتيرن، بعد كده 2 ما اتنفذش عشان ده مكتوب بعد الريتيرن. الريتيرن معناه بص رجع بقى الفانكشن خلاص، وقف الليل على كده. طيب اللي انا عايز اعمله بقى
ان انا عايز بدل ما اقول له كونسول لوج الفاليو، لا ريتيرن الفاليو، وانا من بره هقرر اعمل فيها انا هكونسول لوج الفاليو دي من بره. يبقى اللوج فاليو دي هتريتيرن الفاليو اللي هي تيست، لو القيمه الافتراضيه او القيمه اللي انا هردها له، وانا هاخد بقى الكلام ده هقول له مثلا ليت فاليو ايكوال لوج فاليو، وبعد كده كونسول لوج الفاليو اللي طلعت لي. طب تفتكر بقى هيلوج ايه هنا؟ تعال نشوف. انا بقول له بعرف له فاريبل اسمه فاليو، والفاليو ده عباره عن نتيجه اللوج فاليو او نتيجه تنفيذ الفانكشن اللي اسمها لوج فاليو، يعني القيمه اللي الفانكشن هتريترنها. فالفانكشن دي بتريترن فاليو، بس انه فاليو والله لو انت مررت له فاليو معينه زي مثلا اوكي هيريترنها بحالها. طب لو ما مررتلوش حاجه هياخد القيمه الافتراضيه اللي هي تيست، وبعد كده هياخد بقى النتيجه دي يحطها في اللوج. ننفذ الفانكشن هنلاقيه بيلوج اوكي. طب لو انا ما اديتلوش قيمه افتراضيه خالص، ننفذ هنلاقيه اخد القيمه الديفولت فاليو اللي هي تيست. طب ايه الفرق ما بين الطريقه دي والطريقه اللي قبلها؟ الاثنين في الاخر هيأدوا نفس النتيجه بالظبط، ولكن دي الطريقه المفضله بالنسبه لي، ان انا بخلي الفانكشن ما تنفذش حاجه بنفسها، تريترن داتا، وانا من بره الفانكشن هنفذ اللي انا عايزه على الداتا دي، او هعمل فانكشن تانيه مسؤوله عن التنفيذ. يعني من الاخر لو انا عايز اعمل كالكوليشن، ان انا مثلا هجيب داتا معينه، يبقى دي بعملها فانكشن لوحدها. طب هكالكوليت شويه حاجات او هغير شويه حاجات في الداتا، دي بتبقى فانكشن تانيه. طب هنفذ بقى حاجات على الداتا، دي بتبقى فانكشن ثالثه. ما بعملهمش الثلاث خطوات دول في فانكشن واحده. ليه بقى؟ عشان الفانكشن تبقى ريوزيبل. يعني ايه ريوزيبل؟ يعني نفس الفانكشن دي لو انا مثلا عايز اجيب داتا بطريقه معينه، او عايز اجيب فاليو، الفانكشن دي بتريتيرن فاليو، فانا عايز اجيب فاليو، والفاليو دي هعمل عليها شويه عمليات معقده. خد بالك ان في الاكزامبلز بتاعتنا احنا بنستخدم اكواد بسيطه جدا، لكن على ارض الواقع الاكواد دي هتبقى معقده جدا. فانا عايز اجيب الفاليو اللي هترجع لي من الفانكشن بتاعتي، وهنفذ عليها اجراءات مختلفه. يعني مره هلوج الفاليو ده في الكونسول، ومره هبعته مثلا للوجر اكسترنال لوجر، ومره هبعته هروح احطه في الداتابيز، ومره هبعته مثلا لسيرفر تاني او لكلاينت مختلف، ومره هانجكته مثلا جوه الدوكمنت بتاعي. يعني هستخدمه بطرق مختلفه. فانا احسن حاجه اخد الجزئيه بتاعت الريترن فاليو دي واعملها في فانكشن. يبقى الفانكشن دي انا كتبتها مره واحده بس، وكل لما اعوز فاليو استدعيها. طيب كتدريب كده ليك، انا عايزك تعمل فانكشن اسمها اي حاجه انت عايز تسميها، وليكن مثلا ويلكم. الفانكشن دي بتاخد نيم اسم الشخص اللي انت عايز تحييه، وكل اللي بتعمله انها بتلوج رساله ترحيب، يعني هلو فلان. طبعا فلان ده اللي هو هتبعتها له على هيئه بارامتر بتاع الفانكشن. بس خد بالك الفانكشن دي زي ما اتفقنا مش بتكتب الكونسول دوت لوج جواها، لا هي هتريتر الرساله اللي هي الفاليو اللي هي الداتا بتاعتنا الرساله، والكونسول دوت لوج يبقى بره الفانكشن. وبرده الفانكشن دي هتعمل ديفولت فاليو لو انا ما بعتلهاش اسم الشخص، فهي هتسميه مثلا حاجه افتراضيه، هتقول له مثلا ويلكم ماي دير او ويلكم فيزيتور مثلا. ده تدريب صغير جدا بس هيعودك على مفاهيم مهمه جدا، الديفولت فاليو، هيعودك امتى استخدم ريترن، وانت انفذ اكواد جوه الفانكشن، ازاي بفصل الداتا عن التنفيذ. تمام، الحاجات دي كلها لازم تتعود عليها من دلوقتي. فالتدريب ده رغم انه صغير بس مهم جدا. ايه رايك نعمل كود دلوقتي بيمس السيارات، يعني كود بيعمل شيء ما في السيارات. فانا عندي مثلا هقول له نيم، وهدي له اسم العربيه بتاعتي وليكن مثلا بي ام دبليو، وهدي له مثلا ليت موديل اللي هو موديل السنه، ممكن اعمله على هيئه رقم مثلا عربيه موديل 2023، او ممكن اعمله على هيئه سترينج عادي على حسب انا هستخدمه ازاي. بعد كده هبدأ أعمل functions مثلا start engine، دي فايدتها بتشغل لي الانجن بتاع العربية، وهيبقى جواها طبعا شوية logics كده، ما يهمنيش دلوقتي logic دي. وعندي function تانية اسمها move، ده بيبدأ يحرك العربية، والموف ده هياخد direction مثلا هطلعها لقدام ولا هرجعها لورا، وهدي له قيمه افتراضيه ادام انا هموف العربيه. فانا طبيعي هموفها لقدام، يعني هقول له فورورد. وايا كان بقى الفانكشن دي هتتنفذ ازاي، ممكن اقول له مثلا فانكشن تغير الستير بتاع العربيه، وهدي له برده دايركشن ممكن يكون ليفت او رايت، ومش هدي له قيمه افتراضيه عشان دي لازم تتحدد. وبعد كده الكود بتاعها ايه كان هيبقى ايه. دي حاجات كلها تخص عربية، يعني زي ما انت شايف ان كلها
تخص اوبجكت معين. في لغات البرمجه انا ينفع اخد الكود ده على بعضه كده واقوم حاطه جوه حاجه اسمها كلاس. يعني ايه كلاس؟ يعني جبت حته كده من الكود حطيتهم جوه الكلاس ككونتينر بحيث يشتغلوا كلهم جوه الكلاس. طبعا الكلاس ده بيبقى فيه مميزات تانية زي ما هنتعلم قدام في الدرس الخاص بالكلاسز، بس انا بديلك دلوقتي نبذه عنه. بيبقى فيه انهيرتنس، اقدر اعمل كلاس مثلا جينيريك كلاس عن العربيات عموما، بعد كده ابدا اعمل كلاسز مخصوصه عن نوع معين من العربيات، بحيث ان الكلاس ده يكون بيورث البروبرتيز والميثودز او الفانكشنز والفاريبلز بتاعتي من الكلاس الكبير، وبعد كده ببدأ اخصصه بحيث يبقى ملائم لنوع معين من العربيات وهكذا. الفكره هنا اني بربط ما بين الحاجات دي وبعضها كلها كاني بستخدمها بالظبط هنا بس جوه كلاس. في اغلب لغات البرمجه انا بعرف الكلاس ازاي، طبعا زي ما احنا متعودين بكتب الكي وورد بتاعتي اللي هو اسم الحاجه اللي انا عايز اعملها. انا عايز اعمل كلاس فبكتب كلاس، بعد كده بكتب الكلاس نيم وليكن هيبقى اسمه كار. جوه هنا بقى ببدأ احط الكود عادي جدا زي ما انا متعود احطه في الجلوبال سكوب عادي، ولكن بيبقى فيه شوية حاجات بسيطة كده متغيرة. الفاريبلز هنا بيبقى اسمها بروبرتيز، هو فرق مسميات بس وبيتعرب بطريقة مختلفة شوية. زي ما انت شايف هنا هتلاقي حاطط لك ايرور عند كلمة ليت لان انا ما بستخدمش ليت في تعريف البروبرتيز. الفانكشنز دي اللي جوه الكلاس بيبقى اسمها ميثود، اعتبر فرق مسميات مش اكتر، ولكن الميثودز دي بتبقى زي والبروبرتيز بتبقى مشبكه مع بعض او كلهم يعتبروا، او اعتبر ان كأن الجزء ده زي ما اتفقنا اي حاجه ما بين القوسين المعكوفين دول يعتبروا سكوب لوحده. يبقى الحاجات دي مرتبطه ببعضها بس في نفس الوقت متحوطه بسكوب، مش بتشوف اللي براها ولا اللي براها بيشوفها. دي احد فوائد الكلاس، ان انا باخد الحاجات اللي ليها علاقه ببعض سواء بروبرتيز اللي هي الفاريبلز او ميثودز اللي هي الفانكشنز، وبروح احطهم مع بعض في كلاس بيبقى ايزوليتد عن بقيه الاكواد، وفي نفس الوقت ليه مميزات تانية زي مثلا الانهيرتنس والحاجات اللي احنا هنتعلمها ان شاء الله وقت الكلاس. اوبجكت، تعالى افكرك، الاوبجكت بيهولد كي فاليو بيرز. يعني لو انا عندي مثلا ليت كورس ايكوال، والاوبجكت كنا بنكريته ازاي؟ ان احنا بنعمل القوسين دول ونبتدي نحط البروبرتيز بتاعتنا جواه. لو عندي الكورس مثلا عايز احط الانفورميشن بتاعت الكورس، فهعمل مثلا تايتل وممكن الاوبجكت نفسه يبقى جواه اوبجكت تاني. فلما بحب اكسس بروبرتي من الاوبجكت ده كنت باكسسه ازاي؟ كونسول لوج، بكتب الاوبجكت وبعدين دوت وبعدين البروبرتي اللي انا عايزها، هنرن هنلاقيه ادانا الكورس تايتل. طب لو انا عايز اكسس بروبرتي بقى من جوه اوبجكت، من جوه الاوبجكت، يعني عايز اكسس النيم بتاع الانستراكتور بتاع الكورس، فعادي بكل بساطة هقول له كورس دوت انستراكتور دوت نيم، نران هنلاقي طلع لنا البروبرتي بتاعتنا. طيب ماذا لو كانت الانستراكتور دي undefined، يعني مش موجودة؟ يعني انا لو جيت ايه عملت لها كومنت كده او حذفتها، احنا بنحذف. لو عايز احذف بروبرتي مثلا من جوه الاوبجكت ده ازاي؟ بستخدم كيورد اسمها delete، بديليت الكورس دوت انستراكتور. كده الكورس انستراكتور بقى فاضي، فانا لو جيت عملت له لوج هلاقي ان الكورس انستراكتور undefined. طب لو انا رحت بقى قلت له دوت نيم، هنا بقى عندي مشكله ان انا بحاول اكسس بروبرتي لا من undefined. كان الاول ده بروبرتي من الاوبجكت، دلوقتي الاوبجكت undefined فانا بحاول اكسس بروبرتي من undefined. لو جينا نران هنلاقيه بيدينا ايرور. ليه؟ عشان انت بتحاول تاكسس بيقول لك ان الانستراكتور از نوت ديفايند. طب عشان اخلع من الايرور ده بعمل ايه؟ لازم اتاكد ان الانستراكتور دي ليها قيمه. يعني لو هي undefined خلاص، طب لو هي ليها قيمه هقول له هات لي بقى البروبرتي اللي اسمها نيم منها. فبتاكد ازاي؟ ان انا مثلا بعمل اف ستيتمنت بقول له اف كورس دوت انستراكتور او اف كورس دوت انستراكتور لا يساوي undefined، يعني لو هي ليها قيمه هات لي بقى النيم بتاعتها، او هتاكد انها اوبجكت اصلا. او ممكن اعملها بطريقه ابسط شويه ان انا استخدم الاند والاور اللي احنا اتعلمناهم المره اللي فاتت. هعمل كده هقول له كورس دوت انستراكتور، لو دي undefined هيطنش اللي بعد الاند فمش هيديني ايرور، لو دي ليها قيمة
يبقى هيكمل ويجيب البروبيرتي بتاعتها. نران كده هنلاقي ده انا undefined، ليه ما كملش؟ عشان بس ما ادانيش ايرور. ليه ما كملش؟ عشان الانستراكتور هنا ملهاش قيمه. طب لو انا عملت كومنت للسطر ده، يعني خلاص ما عملتش ديليت للانستراكتور وجيت ارن، هتلاقي هيديني القيمه بتاعت النيم. يعني هو جه نفذ الكلام ده لقاه تمام مش undefined، راح مكمل وراح جاي ايه ما اكسس النيم. طيب لو انا عندي بقى الاوبجكت ده جواه اوبجكت جواه اوبجكت جواه اوبجكت جواه اوبجكت، وانا عايز بقى البروبرتي بتاع الاوبجكت الاخير ده، هل هقعد بقى كل شويه اعمل اللي تشيك ده اقول له؟ يعني مثلا انا عندي اوبجكت كده اسمه ايه جواه اوبجكت اسمه بي جواه اوبجكت اسمه سي جواه اوبجكت اسمه دي، وانا عايز بقى البروبرتي اللي جواهم، فهل هقول له ايه اند ايه دوت بي اند ايه دوت بي دوت سي اند ايه دوت بي دوت سي دوت دي، وبعد كده هقول له هات لي البروبرتي اللي اسمها مثلا نيم او اي حاجه؟ هل هعمل كده؟ لا، في طريقه اسهل، ان انا اشيل بقى كل ده خالص وابتدي احط ايه علامات استفهام. تعال نطبق الكلام ده على الاكزامبل بتاعنا، هشيل بقى الكلام ده خالص وابتدي احط هنا علامه استفهام على الاوبجكت اللي ممكن يبقى القيمه بتاعته undefined. لو جينا نرن هنلاقي النتيجه طلعت undefined شبه اللي فاتت بالظبط. يبقى علامه الاستفهام دي معناها ايه؟ بقول له لو كان الانستراكتور ده ليه قيمه هات لي بقى النيم بتاعه. طب لو الانستراكتور ملوش قيمه خلاص اقف واديني undefined وما تعملش ايرور. طب لو انا عندي بقى الاوبجكت ده جواه اوبجكت كمان، مثلا ايه اكزامبل اي بروبرتي مثلا، فانا عايز اكسس بقى البروبرتي اللي جوه البروبرتي دي. اكيد هنا هتقول لي في ايرور، ليه؟ عشان الانستراكتور اصلا باندفايند، تمام، فعمل لي ايرور هو. ليه؟ عشان الانستراكتور اصلا اندفايند، فانا لازم احط علامه استفهام هنا عشان اقول له بص يا باشا لو الانستراكتور ده موجود والاكزامبل كمان موجود هات لي بقى الكي. كده لما نرن هنلاقي اداني undefined من غير ما يديني ايرور. طب في حاجه كمان، لو انا عايز اكتب الكي بتاعتي ما تبقاش كلمه واحده، تبقى مثلا كلمه كلمتين من بعض، او هيبقى فيها فراغات، او هيبقى فيها يعني حروف غير الحروف اللاتينيه. lessons count، عايز اقول ان هما مثلا 10 دروس مثلا، لو تلاحظ ان هو اداني ايرور. ليه؟ عشان دي مش كلمه واحده، احنا على ارض الواقع ما بنكتبهاش كده، احنا بنكتبهم لازقين في بعض، ما بنسيبش مسافات في الكيس بتاعه الاوبجكت، وبنخلي اول حرف من كل كلمه يبقى كابيتال عشان نميزه عن الكلمه اللي قبليها. ولكن لو انا بقى عايز اعمل يبقى فيه مسافات، فبكل بساطه هقوم جاي حاطه مع الدبل كوتيشن دي عشان يبقى ده كده كي على بعض. طب لما احب بقى اكسس الكي ده باكسسه ازاي؟ لو انا قلت له هات لي كورس دوت ليسونز كاونت، هتلاقي المسافه دي المسافه اللي حصلت دي عملت لي بقى ايرور. ليه؟ عشان ده ما بقاش اكسبريشن واحد على بعض. طب لو انا عايز اخلع بقى من الحته دي، فبدل ما بستخدم الدوت نوتيشن ممكن اكسس البروبرتي دي بطريقه مختلفه، ان انا استخدم السكوير براكتس بالطريقه دي. بستخدم السكوير براكتس ده لما بيكون الكي في مسافات او في حروف ما تنفعش تبقى حروف غير لاتينية، يعني عادة يعني ينفع استخدم السكوير براكت حتى لو ما فيش مسافات. يعني ممكن اعمل كده تايتل او ده، الصيغة دي هي الصيغة دي، بس الصيغة دي بتسمح لي ان انا اكسس كيز لو في مسافات. نفس الكلام لو انا عايز اخزن الكي على هيئة variable، لو عايز اقول له مثلا let key equal title مثلا، فانا عايز اكسس البروبرتي اللي اسمها كي او الفاليو بتاعة الكي من جوه الكورسز. يعني عايز اعمل ايه؟ عايز اقول له، خلينا ناخد كده، عايز اقول له لوج لي الكورس دوت الكي ده. لو انا عملتها كده هيروح للكورس دوت كي، هل في كي هنا اسمه كي؟ اكيد لا، فهيديني undefined. تعال نشوف كده هيديني ايه. ماشي، دي string. لو جيت بقى اعمل run هتلاقي اداني undefined. لا، انا مش عايز اقول له الكي، انا عايز اقول له قيمة الكي عشان الكي ده variable. في الحالة دي بستخدم السكوير براكت اللي احنا لسه متكلمين عنه.
فهنا هيتعامل مع الكي ده على انه هو variable. لما نيجي نرن خلاص هو فاهم ان الكي ده قيمته بتايتل، يبقى هيروح يجيب التايتل بتاعة الكورس. يعني دي كده هي بالظبط كأني عملت كده. بس كل ما في الامر ان انا استخدمت الكي ده dynamically على هيئة variable. بنفس المبدأ لو انا عايز اعمل كي هنا يكون variable وانا باكسس وانا بكريت الاوبجكت، يعني عايز ده كده ما يبقاش string، يعني الكيز دي بتبقى عبارة عن strings، لا انا عايز الكي ده يبقى value. فانا لو قلت له كي هنا هيتعامل معاك string، لكن لو انا عايز اتعامل معاه على ان هو variable ياخد قيمة ال variable ده، هعمل ايه؟ بكل بساطة هحطها برضو في ال square brackets. يبقى كده الكورس بقى جواه title، يعني هيشيل الكي ده، هيشيل السترينج او الفاريبل ده يحط قيمته. طيب تعال نشوف لو هنلوج بقى الكورس. نشيل الديليت ده كمان ونلوج، هنلاقي ادانا التايتل فول ستاك دبلومه. تمام التايتل، يبقى شال الكي ده اتعامل معاه كفاريبل، شاله وحط قيمته. طب لو انا عايز امرج مجموعة اوبجكتس مع بعض، يعني لو انا هاخد ال خلينا ايه خلينا نفضي الدنيا، let course equal، او خلينا نقول course equal title مثلا full stack diploma، وعندي let course duration مثلا هنقول ان هما 10 hours مثلا، و let اتفقنا لما بنحب نكتب كلمتين ما بنسيبش مسافة بينهم، وبنخلي اول حرف من كل كلمة يكون كابيتال. طب لو انا عايز بقى امرج الحاجات دي في اوبجكت واحد اعملها ازاي؟ خلي الحاجات دي كده تبقى فوق هنا. عايز بقى اخد الحاجات دي احطها جوه الاوبجكت ده بحيث يبقى كلهم اوبجكت واحد، هعملها ازاي؟ لو انا جيت عملت لوج للكورس هنلاقي ما فيهوش غير بروبرتي واحده اللي هي التايتل، لا انا عايز كمان يبقى فيها ديوريشن والليسود. في الحالة دي بعمل حاجة اسمها السبريد فاكتور، اللي هو ده ثلاث نقط كده، وبقول له حط لي الكورس ديوريشن، وبعمل برضو سبريد فاكتور وبحط الاوبجكت اللي بعده. ده كده عمل ايه؟ كده بيمرج محتويات السبريد ده، فائدته انه بقول له هات لي محتويات الاوبجكت ده اللي اسمه كورس ديوريشن، هات لي المحتوى بتاعه اللي هو البروبرتيز اللي جواه، ارميها لي هنا جوه الكورس. تعالى كده نرن، هنلاقي حط لي بقى فيه الكورس اللي انا بلوج الكورس بقى جواه التايتل اللي هو كان فيه من الاول، وبقى فيه كمان الديوريشن اللي هو جاي من الاوبجكت ده، وكمان الليسونز كاونت اللي جاي من الاوبجكت ده. يبقى انا كده بعمل ميرج للاوبجكت. خد بالك ان الميرج ده اسمه شالو ميرج مش ديب ميرج، هنعرف فرق بينهم في التريكات كده لما هنتكلم عن شويه تريكات في الجافا سكريبت. ولكن خليك عارف دلوقتي ان انا بميرج الاوبجكت ازاي. في كذا طريقة طبعا ان انا استخدمهم، لكن دي اسهلهم واسرعهم، ان انا بستخدم السبريد اوبريتور عشان بقول له هات لي محتوى كل اوبجكت وحطه لي جوه الاوبجكت الرئيسي اللي هو ده. طيب في لقطة كده، لو انا عندي بقى ده التايتل ده اخدته حطيته في فاريبل هنا، او خلينا ايه نحط له مثلا كورس نيم، وانا عايز بقى استخدمه هنا جوه التايتل، عايز اقول له التايتل ده يبقى الكورس نيم. مكتبني ازاي بقى؟ بكل بساطه بعمل كده، لما اجي ارن هلاقي حط لي قيمه الكورس نيم. لغايه دلوقتي ما فيش اي مشكله، استخدمت فاريبل هيشيل الفاريبل ويحط قيمته. طب لو الفاريبل ده بقى اسمه تايتل، فانا هاجي هنا احط اسم الفاريبل تايتل، فهتلاقي ان البروبابيلتي دي ان الكي بتاعها هو نفس الفاليو. ففي كده حاجه شورت هاند كده
ان احنا نختصر في الكتابة شوية، ان انا بشيل الفاليو. لاحظ ان دايما في الاوبجكت كنت بقول انها كي فاليو بير، يعني الكي ديوريشن مثلا والفاليو اللي هو الرقم ده، وبعدين الكي هنا عندنا ليسونز كاونت، وبعدين الفاليو 5. هنا بقى مفيش الحتة دي، مفيش كي فاليو، لا هو كي بس. فده معناه ايه؟ الكي ايكوال فاليو، الكي هو نفسه الفاليو. الحركة دي هي هياها بالظبط كأني عملت كده. يعني لما بتلاقيش حط الفاليو كأن بالظبط عمل كده، كأنه راح شايل، لو الفاليو هي نفس الكي بيقوم شايلها وبيسيب الكي بس لوحدها. دي حتة كده كاختصار في الكتابة مش أكتر. لو أنا عايز أتأكد إن في بروبرتي موجودة في الأوبجكت ولا لأ، فأنا مثلا عندي الكورس ده جوه منه هنا تايتل. طب لو أنا جيت قلت له هات لي كورس دوت تايتل، ادالك التايتل بتاع الكورس. طب لو انا شلت بقى التايتل ده ونيجي نرن، هتلاقي لك undefined. طب اعرف ازاي انه اصلا في بروبرتي اسمها تايتل وقيمتها undefined ولا مفيش؟ ففي طريقة كده بقول له هل تايتل تبقى ان كورس، يعني هل في بروبرتي جوه الكورس ده اسمه تايتل؟ لما نيجي نرن هنلاقيه بيقول لي فولس عشان مفيش. طب لو انا شلت الكومنت ده وجيت ارن هلاقيه قال لي ترو. يبقى الصيغه دي معناها اني بقول له هل جوه الاوبجكت اللي اسمه كورس في بروبرتي اسمها تايتل، وطبعا النتيجه هتكون بوليان ترو او فولس. طيب فاكرين لما كنا بنعمل iteration او لوب في الاري، احنا برضو ممكن نعمل iteration في الاوبجكت. تعالوا نشوف ازاي. طبعا احنا كنا بنستخدم في الاري 4، وكنا بنستخدم الثلاث اجزاء بقى اللي هو بعرف اندكس، وبعد كده الكونديشن، وبعد كده الانكريمنشن. هنا ممكن اعمل كده بس في طريقه اسهل شويه، اني ممكن اقول له let key in كورس. يبقى انا بايتريت على الكيز اللي في الكورس. طب يلا نلوج الكي والفاليو. تعال نشوف الاوتبوت هيبقى ازاي، وبعد كده هشرح لك انا ليه كتبتها بالطريقه دي. ادي الاوتبوت، هتلاقي هيعمل اتريشن على الكورس. الكورس ده فيه ايه؟ فيه التايتل اللي هو قيمته فول ستاك دبلومه، وفي محتويات الكورس ديوريشن اللي هو ده عباره عن بروبرتي اسمها ديوريشن 10 اورز، وبعد كده محتويات الاوبجكت اللي اسمه كاونت عباره عن ليسون كاونت ب5. يعني محتوى الاوبجكت ده اللي هو كورس جواه تايتل وجواه الديوريشن وجواه ليسونز كاونت. فانا بعمل فور على الاوبجكت اللي اسمه كورس، يبقى في كل مره هيديني الكي. انا هنا قلت له لوج لي الكي، خد بالك ان انا عامل الكونسول لوج ده على هيئه اوبجكت، عشان كده النتيجه في كل مره بتطلع لي اوبجكت، اوبجكت في اللفه الاولى، اوبجكت في اللفه الثانيه، في كل لفه بقى بيطلع لي الكي والفاليو. فالكي هنا انا طبعا ما كتبتوش كي 2K، ما كتبتهاش بالطريقه دي. ليه؟ عشان هما شبه بعض، فادام شبه بعض يبقى انا بشيل الفاليو. فانا اول بروبرتي بالنسبه لي انا عايز الكي بتاع الاوبجكت اللي هو هيبقى ده، اللي هو كل مره هيبقى قيمه الكي بتاعت كل بروبرتي من الفاليو. بعد كده عايز الفاليو بقى بتاعتها. فانا باكسس الفاليو ازاي؟ الكي هنا عباره عن فاريبل. فاكرين كنا بناكسس البروبرتي لو هو عن طريق فاريبل ازاي؟ عن طريق السكوير براكت. فالفاليو هنا عباره عن الكورس، وبعدين جوه السكوير براكت بحط الكي بتاعه. يبقى في كل لفه، في اول اللفه اخد لي التايتل اللي هو ده، والفاليو بتاعته فول ستاك دبلومه. بعد كده في اللفه الثانيه اخد لي محتوى الكورس ديوريشن. محتوى الكورس ديوريشن عباره عن ايه؟ عن ديوريشن 10 اورز. لما نبص هنا هنلاقي ان الكي ديوريشن والفاليو 10 اورز. بعد كده في اللفه الثالثه محتويات الاوبجكت اللي اسمه كاونت. الاوبجكت اللي اسمه كاونت جواه ايه؟ جواه بروبرتي واحده اسمها ليسونز كاونت، والفاليو بتاعتها 5. هتبص تلاقي في اللفه الثالثه الكي ليسونز كاونت والفاليو 5. من الحاجات المهمه في جافا سكريبت او في اي لغه برمجه عموما، لما بتيجي تأساين حاجه لفاليو او تباس حاجه لفانكشن او كده، لازم تسأل نفسك انت بتأساين او بتكوبي او بتباس الحاجه دي باي فاليو
ولا باي ريفرنس؟ يعني ايه الكلام ده؟ تعال نشوف. لو انا عندي اوبجكت بسيطة ورحت معرف variable تاني كده، انا بقى عندي ال other user ده هو ال user، فهقول له نلوج الكلام ده هلاقي ان ال other user ليه نفس قيمة ال user. طب لو انا جيت غيرت شوية، عملت شوية تغييرات في الـ other user، مثلا حطيت له title حطيت title للـ other user، فلما نيجي نرن هنلاقي ان الـ other user بقى جواه two properties، واحدة اللي هي الأصلية النيم وواحدة اللي هي التايتل. نسيت اقول لك ان انا باساين لما بحب اضيف تايتل جديده او بحب اضيف بروبرتي جديده عادي، بستخدم الصيغه اللي هي كاني باكسس على البروبرتي اللي انا عايزها وبعمل الاساينمنت زي ما اتعودنا زي اي فاريبل عادي جدا. طيب لو انا جيت بقى اقول له لوك لي اليوزر كمان، تتوقع النتيجه كانت ايه؟ تبقى ايه؟ طبعا اليوزر هنا هو قيمته جواه بروبرتي واحده بس، لكن الاذر يوزر اخد كوبي من اليوزر وزودنا عليه بروبرتي جديده اللي هي التايتل، فالمفروض النتيجه تطلع ايه؟ نبص كده، النتيجه اللي فوق طلعت زي المتوقعه، عباره عن تو بروبرتيز عشان انا خدت البروبرتي بتاعت اليوزر ورحت مزود عليها بروبرتي تانية اللي اسمها تايتل، بس النتيجه التانية مش متوقعه، مش اللي انت توقعتها. النتيجه التانية انا بلوج اليوزر، فاليوزر هنا ما فيهوش غير بروبرتي واحده بس اللي هي نيم، انا ما قلتلوش حط لي، ما عملتش حاجه زي كده، يعني انا ما زودتش هنا بروبرتي جديده، ومع ذلك هتبص تلاقي فيه بروبرتي جديده زادت. ليه بقى؟ عشان هنا في جافا سكريبت بتكوبي الاوبجكت باي ريفرنس مش باي فاليو. يعني ايه بيكوبي باي فاليو او بيباص باي فاليو؟ يعني في بعض لغات البرمجه لما بتيجي على ستيتمنت زي دي هو بياخد المحتوى بتاع اليوزر ويكوبي المحتوى ده ويوديه في اذر يوزر، يعني ده variable وده variable تاني خالص، يعني بمعنى آخر ده موجود في خانات معينة في الميموري وده في خانات تانية في الميموري، فلما تعدل في أي واحد فيهم التاني ما بيتأثرش. في جافا سكريبت الموضوع مختلف، في جافا سكريبت أنت لما بتعمل statement زي دي أنت مش بتكوبي، لا أنت بتعمل reference أو بتكوبي الريفرنس بس مش بتكوبي الفاليو، يعني أنت بتشاور على نفس المكان في الميموري، فلما تعدل على اي واحد فيهم كانك عدلت على التاني بالظبط. فخلي بالك من الحته دي عشان هترخم عليك كتير في شغل، هتبص تلاقي الحاجات عماله تتغير وانت مش عارف تتغير ليه رغم انك ما غيرتهاش. احنا هنا ما غيرناش اليوزر ومع ذلك اتغير ليه؟ عشان انا استخدمت فاريبل تاني بيشاور على نفس المكان في الميموري بتاع اليوزر، يعني انا عملت ايه؟ اساينمنت باي ريفرنس، ما عملتش كابل للفاليو، انا عملت كابل للريفرنس مش للفاليو. طب لو انا عايز اليوزر ما يتاثرش فبعمل حاجه اسمها اميتيبل اوبجكت، دي ليها طرق كتير، منها زي ما احنا لسه متعلمين من شويه ان انا بميرج، بستخدم طريقه الميرج، يعني بدل ما بقول له الاذر يوزر ايكوال يوزر على طول، لا انا هعمل اوبجكت جديد وهستخدم السبريد اوبريتور اللي هو ده، اسف السبريد اوبريتور اللي هو ده عشان اقول له فضي لي محتويات اليوزر جوه الاوبجكت الجديد. الطريقه دي اللي احنا لسه واخدينها من شويه لما بنميرج تو اوبجكتس، هنا انا مش بميرج، انا ما عنديش غير اوبجكت واحد بس انا عايز افضي الاوبجكت ده جوه اوبجكت جديد، فبالتالي ده بقى اوبجكت جديد مش ريفرنس لنفس الاوبجكت اللي هو اليوزر. لما نيجي بقى نرن المره دي هنلاقي ان الموضوع ظبط معانا، الاذر يوزر بقى ليه الفاليوز بتاعته واليوزر بقى ليه الفاليوز بتاعته. دلوقتي بقى لما بغير في واحد فيهم التاني ما بيتغيرش، ليه؟ عشان انا هنا فضيت محتوى الاوبجكت اللي اسمه يوزر جوه اوبجكت جديد، لكن من غير ما اعمل كده كنت بس بكوبي الريفرنس مش بكوبي الفاليو. يا ريت بس نفهم الفرق بين كوبي باي ريفرنس وكوبي باي فاليو، هنتكلم عنها كتير جدا وهندي امثله كتير جدا، ولكن ايه، انت دلوقتي بقيت فاهم ان في مفهوم جديد كده شويه في البرمجه وبالذات في جافا سكريبت، ان في حاجات بتكوبي باي ريفرنس وبالتالي
الحاجتين بيشاوروا على نفس المكان في الميموري، بالتالي لما بغير في حاجة فيهم بغير في التانية. طب اخلع من الحتة دي ازاي؟ بعمل ديب كوبي او بعمل بكوبي بطريقة تانية، بحيث ان انا باخد كوبي من الفاليو دي من الميموري واروح احطها في مكان جديد في الميموري، او زي ما عملنا هنا بكريت اوبجكت جديد.